جحا والصحن العجيب. كان لجحا دكان صغير للبقالة، ولم يكن بالدكان إلا أصناف قليلة تدر ربحا ضئيلا. وكلما جاء زبون يسأل عن صنف، كان جحا يقول له: آسف، لا يوجد عندي. وشيئا فشيئا أصبح أهل البلدة يتوفرون على أنفسهم مشقة سؤال جحا عما يحتاجون إليه، ويذهبون إلى دكاكين أخرى. فيجلس جحا أمام دكانه ويغلبه النعاس فيروح في نوم. غضبت زوجة جحا وقالت له: أغلق الدكان يا رجل، يا رجل، وأبحث لك عن عمل آخر. قال جحا: لقد كبرت في السن يا زوجتي، ولا أطيق مشقة العمل. قالت زوجته: وأنا لا أطيق مشقة الجوع. قال جحا: لا تغضبي، وسأدعو الله أن يساعدني. في اليوم التالي صلى جحا صلاة الفجر ودعا الله أن يفك ضائقته ويفتح له أبواب الرزق، ثم ذهب ففتح دكانه وجلس أمامه كعادته. بعد قليل حضر شيخ كبير يحمل في يديه طبقا فارغا، فسلم على جحا وقال له: خذ هذا الطبق وأعطني بدلا منه طعاما آكله، فأنا جوعان وليس معي نقود. قام جحا وقدم للشيخ طعاما وقال له: خذ الطعام دون ثمن. قال الشيخ: إني أصر أن تأخذ الطبق. قال جحا: من أين جئت بهذا الطبق؟ إنه طبق عتيق، كأنه قطعة أثرية. قال الشيخ: احتفظ به عندك حين أدفع لك ثمن الطعام. ثم ذهب الشيخ لحاله. بعد قليل جاءت قطة جائعة تبحث عن طعام تأكله وهي تموت. أشفق جحا على القطة فقام وضع لها طعاما في الطبق القديم وقدمه لها. أكلت القطة حتى شبعت وجلست بجانب جحا لا تريد أن تبرح المكان. قال لها جحا: أنا لا أستطيع إطعامك، فأنا لا أكاد أستطيع أطعم نفسي، يزيد جلوسك عندي مشقة الأمر علي. لم يمض وقت طويل حتى جاء رجل إلى دكان جحا وراح يطيل النظر إلى القطة، ثم قال الرجل: أقول إن هذه القطة تعجبني، فكم تطلب ثمنا لها؟ قال جحا: أطلب 3 دنانير. قال الرجل: هذا كثير ولكني موافق، وأعطى جحا الثمن. ثم قال: وبكم تبيعني هذا الطبق القديم لتأكل فيه القطة؟ قال جحا: ليس الطبق للبيع، فإنه ليس طبقي. فحمل الرجل القطة وانصرف. ثم جاءت قطة أخرى وراحت تمو، فأسرع جحا ووضع لها طعاما في الطبق، فراحت القطة تأكل. وأقبل الرجل ووقف ينظر إلى القطة في اهتمام وسأل جحا: بكم تبيعني هذه القطة؟ قال جحا: ب3 دنانير. قال الرجل: وبكم تبيعني هذا الطبق لتأكل فيه القطة؟ قال جحا: الطبق أمانة عندي، لا أستطيع التفريط فيه. دفع الرجل ثمن القطة ثم حملها وسار في طريقه. واستمر الحال كذلك أياما كثيرة، كلما جاءت قطة جاء مشتري لها، حتى انتعش حال جحا واشترى كل ما ينقص دكانه. ولم ينس جحا أن يجيء بالقطط من داخل البلدة ومن خارجها ليبيعها. ذات يوم جاء الرجل واشترى إحدى القطط، ثم طلب أن يشتري الطبق وعرض على جحا مبلغا كبيرا ثمنا له، ولكن جحا قال: لا يا سيدي، فقد استجاب الله دعائي، وبفضل هذا الطبق بعت في أيام قليلة أكثر من 100 قطة. عقاب الحاكم. امتلأت البلاد بأخبار السلطان تيمور لنك بالحكايات العجيبة عن قسوته وظلمه منذ أن فتح البلاد واستولى عليها. وفي هذه الأثناء عين السلطان حكاما كثيرين ليحكموا البلاد الواسعة التي فتحها، وحدد لهم يوما من كل عام لمراجعة أعمالهم ومعرفة أحوال الرعية. وكان يرسل أحيانا في طلب الحاكم لسؤاله عن أي خطأ أو أي فعل لا يرضيه، فيقوم بمعاقبة الحاكم وطرده من عمله. ولذا كان الحكام يخشون بطشه،
وذات يوم أرسل في طلب أحد الحكام، فلما جاءه سأله عن سبب تقصيره في إرسال الأموال التي جمعها إليه. قال الحاكم: يا مولاي، لقد رفعت الضرائب على الناس، والناس لا تدفع لي ما عليهم. قال له السلطان في دهشة: ولماذا لا يدفع الناس؟ قال الحاكم: لأنهم فقراء يا مولاي، وأي أموال أحصل عليها أقيدها في كشوف الحساب. وقدم الحاكم الكشوف للسلطان، فنظر فيها تيمور لانك، فوجد في الحساب نقصا كبيرا، فقذف بالأوراق في وجهه وقال له في غضب: عقابا لك، عليك أن تجلس أمامي هنا على الأرض وتأكل الدفاتر وأوراق الحساب. فأطاع الحاكم أوامر السلطان خوفا على رقبته، فمزق الأوراق وأكلها قطعة قطعة. ثم طرده السلطان وسأل أتباعه أن يعرضوا عليه رجلا يصلح أن يكون حاكما بدلا منه. في هذه الفترة كان جحا معروفا بين الناس بنوادره وذكائه الذي ينجيه من أصعب المطبات، فعرضوا اسمه على السلطان، وكان السلطان يسمع عن جحا فأرسل في طلبه. فلما علم جحا بطلب السلطان أراد أن يتهرب منه، فنصحه الناس أن يذهب للقاء السلطان وإلا تعرض للعقاب. لما ذهب جحا إلى السلطان قابله بسرور وعينه حاكما بدلا من الحاكم القديم، وطلب منه أن يهتم بتحصيل أموال الضرائب من الناس وقيدها بالدفاتر والكشوفات. سافر جحا إلى الولاية الجديدة، ومرت الأيام بسرعة، وجاء ميعاد مقابلة السلطان، ولم ينس جحا ما جرى للحاكم السابق. أمر جحا أن تنقل جميع الأوراق والحسابات من الدفاتر والأوراق، وأن تكتب على أرغفة الخبز المحشوة بالزبيب وأقراص الرقاق المعجون بالسكر. ثم أخذها جحا معه وسافر إلى السلطان تيمور لانك. فعندما طلب السلطان كشوف الحساب، فتح جحا السلة وأخرج منها أرغفة الزبيب ورقائق السكر، وقال السلطان في عجب ودهشة: ما هذا يا جحا؟ قال جحا: والله يا مولاي، معدتي لا تحتمل أكل الورق، فقلت في نفسي: أكتب الكشوف على ما يناسب معدتي وهضمي، والله لن أشتريك. أراد جحا أن يشتري حمارا، فذهب إلى السوق وتوقف عند حمار أعجبه، وقال لصاحبه بعد جدال على الثمن: هذا كل ما معي الآن، فإما أن تبيعني هذا الحمار أو أنصرف لحالي. فوافق الرجل فورا على الثمن الذي قدمه جحا، ومشى جحا يجر الحمار خلفه، فرآه اثنان من اللصوص، فاتفقا على سرقة الحمار. تسلل أحدهما بخفة وفك الحبل من رقبة الحمار دون أن يشعر جحا بشيء، وربط رقبته هو بالحبل. كل ذلك وجحا لا يشعر بما يجري. مشى اللص خلف جحا، بينما اختفى اللص الآخر بالحمار، وكان المارة من الناس يرون ذلك ويتعجبون ويضحكون، وجحا يتعجب في نفسه ويقول: لعل تعجبهم وضحكهم يرجع إلى أنهم معجبون بحماري. ولما وصل جحا إلى البيت التفت خلفه، فرأى الرجل الحبل في رقبته، فتعجب من أمره وقال له: من أنت؟ فوقف اللص باكيا وأخذ يمسح دموعه قائلا: يا سيدي، أنا رجل جاهل، أغضبت أمي. قال جحا: ثم ماذا؟ قال اللص: فدعت أمي علي وطلبت من الله أن يمسخني حمارا، فاستجاب الله دعاءه. ولما رأى أخي الكبير ذلك أراد أن يتخلص مني، فعرضني في السوق للبيع، وجئت واشتريتني، وببركتك وبفضلك رجعت إنسانا كما كنت. وأخذ اللص يقبل جحا داعيا وشاكرا، فصدقه جحا وأطلقه بعد أن نصحه بأن يطيع أمه
ويطلب منها الصفح والدعاء. وفي اليوم التالي توجه جحا إلى السوق ليشتري حمارا آخر، فرأى الحمار نفسه فعرفه. اقترب جحا من الحمار وهمس في أذنه قائلا: يظهر أنك لم تسمع كلامي وأغضبت أمك ثانية، والله لن أشتريك أبدا. الباشا والأمير. خرج جحا من بيته كعادته كل صباح يحمل فأسه في طريقه إلى أرضه التي ورثها عن جده ليزرعها، وكان قد ورثها عن جده. ولم يفلح جحا في زراعتها، فكان يضرب الأرض بفأسه هنا وهناك ويرويها بالماء دون فائدة، فقد كانت أرضا بورا. جلس جحا وراح يفكر في بيع الأرض، وسأل نفسه: من يشتري أرضا غير صالحة للزراعة وقد علم كل الناس بأمرها؟ وراح جحا يضرب الأرض بفأسه بغيث، فإذا بالفأس تصطدم بشيء، فأسرع جحا وخلص هذا الشيء من الأرض، ثم أخرجه ليجد بين يديه تمثالا من الذهب لقطة. وبين الدهشة والسرور أخفى جحا القطة بين ملابسه وأسرع بها إلى البيت ليخبر زوجته بأنهما أصبحا من الأغنياء بهذه الثروة المفاجئة. طرق جحا باب البيت فسمع زوجته تقول: عد من حيث أتيت، فلم أعد أطيق عيشة الفقر معك. فقال لها: افتحي يا امرأة، لقد حصلنا على كنز ثمين. فلما أعطاها القطة قالت في دهشة: الله، ذهب ذهب. قال جحا: إنها تساوي الكثير، سأبيعها وأشتري لك كل ما تتمنين. قالت له: نريد قصرا وخدما وحشما، إنها غالية الثمن يا جحا، وستنقذنا من عيشتنا هذه. قال جحا: إنها تحفة نادرة، تريد من يقدرها؟ قالت الزوجة: آه، لقد جاءتني فكرة مدهشة تجعلنا من أغنياء البلاد. ثم قالت: أمهني يا جحا بضع دقائق حتى أذهب إلى جيراننا وأقترض منهم بعض المال. قال جحا معترضا: ولماذا الاقتراض وها هو المال في يدنا؟ قالت: أصمت حتى لا يسمعنا أحد، ودعني أنفذ فكرتي ولن تندم أبدا. وعادت بعد قليل ومعها بعض المال، فقالت: هيا بنا إلى السوق لنشتري ملابس فاخرة. سأل جحا نفسه: ترى ماذا يدور في رأس زوجتي؟ وبعد أن اشتري ملابس فاخرة ارتدى كل منهما ملابسه. فقالت له: والآن عندما يرانا الوالي التركي سيعتقد أننا من الأثرياء. قال جحا: لا أفهم ما تقصدين يا امرأة. فقالت: سنذهب إليه وتهدي هذه التحفة النادرة، وسوف يقدرها ويدفع مالا كثيرا. وعندما رأى الوالي القطة انبهر بها وقال في سرور: ما أجمل هذه الهدية الرائعة. قالت المرأة: لقد ورثتها عن جدي يا مولاي. فنادى الوالي وزيره وقال: امنحهما ضعف وزن هذه القطة نقودا ذهبية. قالت زوجة جحا لجحا: لا تقبل هذه المكافأة، اسمع كلامي، فسيمنحنا الوالي المزيد. قال جحا: لا نريد شيئا يا مولاي، إننا نملك ذهبا كثيرا، وهذه الهدية تعبير عن إخلاصنا. قال الوزير الوالي لوزيره: امنحهما أحجارا كريمة ولؤلؤا من 5 أكياس. قالت زوجة جحا لجحا: لا تقبلها أيضا. قال جحا: كفى طمعا، لن نستطيع حمل المزيد من الأكياس. قالت: سأحملها أنا عنك. قال جحا: شكرا يا مولاي، لدينا منها الكثير والكثير. قال الوالي في نفسه: عجبا، إنهما أثرياء جدا، لكن يجب أن أمنحهما شيئا عظيما. فقال لهما: لقد أنعمت عليك يا جحا بلقب باشا، أما زوجتك فإنني أمنحها لقب أميرة، وإياكما أن ترفضا طلبي. عندما عاد إلى بيتهما جلست زوجة جحا تبكي، فقال لها جحا: لماذا تبكين يا مولاتي الأميرة؟ قالت: كيف أرد ما اقترضته يا باشا؟ الله يعطيك.
دعا جحا بعض أصدقائه وجلس معهم يتسامرون فوق سطح منزله. وبينما كان جحا وأصدقائه يتسامرون ويأكلون ويشربون، سمع جحا فجأة طرقا شديدا على باب منزله، فأسرع ونظر من الأعلى فوجد رجلا غريبا، فصاح به جحا: لم تطرق الباب بعنف هكذا؟ ماذا تريد؟ فأجابه الرجل: لا تؤاخذني يا سيدي، ولكن الأمر هام، فانزل لأحدثك. فصاح به جحا: أولا تستطيع أن تقول لي ما المسألة من مكانك هذا؟ فإن بيني وبينك 60 درجة. فقال الرجل: إنه أمر هام جدا، ولا بد من نزولك. استأذن جحا أصدقاءه قائلا: هناك أمر هام يستدعي ذهابي، ولكني لن أغيب عنكم. فقال أحدهم: قد تكون هناك مشكلة كبيرة، وقد أرسل إليك للأخذ برأيك فيها. أسرع جحا بالنزول درجة درجة حتى اجتاز 60 درجة بعد أن تعب تعبا شديدا. وما إن وصل جحا إلى حيث الطارق حتى ارتمى على الأرض قائلا بصوت لاهت: ماذا تريد يا هذا؟ فأجابه الرجل: أنا فقير الحال وأريد حسنة يا سيدي. فاغتاظ جحا من الرجل، ولكنه كظم غيظه وقال له: اتبعني أيها المسكين. وصعد جحا الدرجات 60 والسائل يصعد وراءه وهو يتصبب عرقا، حتى وصل إلى سطح الدار. وهنا التفت جحا إلى الرجل وقال له: يعطيك الله. فصاح به الرجل: ولماذا جعلتني أصعد 60 درجة قبل أن تجيبني؟ فأجابه جحا: ولماذا جعلتني أنزل 60 درجة قبل أن تسألني؟ جحا في دار البخلاء. كان جحا مسافرا، وفي الطريق هبت عاصفة شديدة، فخاف أن يناله شر، وأخذ ينظر حوله باحثا عن مأوى. رأى جحا بيتا ريفيا على بعد، فقصد إليه وطرق بابه متسائلا: هل يوجد أحد هنا؟ فتح له صاحب الدار وسأله عما يريد. قال جحا: أريد أن أحتمي بدارك حتى تسكن العاصفة. قال الرجل: تفضل. كان الرجل يعيش مع زوجته في هذه الدار، ولكنه كان بخيلا جدا، لا يجود على محتاج برغيف ولا بجرعة ماء. فلما حان موعد العشاء ترك جحا جالسا وحده، وسحب زوجته إلى غرفة أخرى فتعشيا وشبعا. وبعد قليل عاد إلى جحا يتحدثان إليه، وشعر جحا بالجوع ولم يكن معه شيء يؤكل، فأراد أن يطلب بعض الطعام، ولكنه خجل فسكت متألما. اشتد بجحا الجوع ولم يطق عليه صبرا، وأراد أن يشعرهما بحاجته إلى الطعام دون أن يطلب شيئا، وأخذ يفكر في وسيلة. قال جحا: إن الإنسان يشعر بالجوع في الشتاء أسرع مما يشعر به في الصيف. ولكنهما تجاهلا قصده. وقال الرجل: نعم هذا حق، ولكن كثيرا ما يكون الشعور بالجوع كاذبا، وخير للإنسان أن يجوع من أن يأكل وهو في غير حاجة إلى الطعام. فهم جحا من هذه العبارة أنه لا مطمع له في الحصول على شيء من الطعام في هذه الدار، وخاف أن يؤذيه الجوع، فقال في نفسه: لا بد أن هناك وسيلة أخرى. قال جحا: هل شربتما ذات مرة حساء الحجارة؟ فقال الرجل وزوجته في صوت واحد: حساء الحجارة؟ إننا لم نسمع بهذا اللون من ألوان الحساء قبل اليوم. قال جحا: إنه حساء لذيذ الطعام، من ذاقه مرة لم يجد بعده حساء ألذ منه. فاشتاقت زوجة الرجل لمعرفة هذا الحساء، وقالت: كيف يصنع هذا الحساء؟ قال جحا: إنني لا أحسن وصفه، ولكن أستطيع أن أصنعه لكم إذا أردتم الآن. قالت: نعم، نريد أن تصنع لنا حساء الحجارة كي نذوقه. قال جحا: إذن هات لي قدرا وبعض قطع من الحجارة
لأصنعه لكم. فأحضرت المرأة قدرا، وبعد قطع من الحجارة أخذ جحا الحجارة فغسلها بالماء حتى صارت نظيفة تماما، ثم جعلها في القدر وملأ القدر ماء ووضعها على النار. فلما أوشك الماء أن يغلي قال لهما: الآن نضع في القدر بصلا. فأحضرت له المرأة بصلا، ثم قال: والآن نضع لحما. فأحضرت له المرأة لحما، ثم قال: الآن نضع بعض حبات البطاطس. فأحضرت ووضعها جميعا في القدر. ترك جحا القدر على النار حتى نضج اللحم والبصل والبطاطس، والرجل وزوجته ينظران إليه ليريا كيف يصنع حساء الحجارة. فلما عرف جحا أن كل شيء قد نضج قال لهما: أين الأوعية والملاحق؟ فلما أحضرت المرأة الأوعية ملأ جحا لنفسه وعاء من الحساء اللحم والبطاطس والبصل، وهو يقول لهما: خذوا ما بقي في القدر فذوقاه، فإنه حساء الحجارة لا نظير له في لذة المضاء. ولم يكن في القدر وقتئذ إلا الحجارة. ذكاء جحا. أراد سلطان البلاد أن يقيم حفلا في قصره بمناسبة عيد ميلاده، فأرسل مناديه ينادي على المدعوين بأسمائهم في ميادين وحواري البلدة لحضور الحفل. سمعت زوجة جحا اسم زوجها ينادي به المنادي لحضور الحفل، فأسرعت تبشر زوجها أن السلطان وضع اسمه ضمن كبار البلدة وأعيانها. طلب جحا من زوجته أن تسرع وتنظف ملابسه جيدا حتى يتسنى له حضور الحفل في موعده بملابس نظيفة تليق بالمناسبة. قامت زوجة جحا بغسل ملابسه ونشرها فوق سطح المنزل، وكانت الشمس شديدة الحرارة فجفت بسرعة. ارتدى جحا ملابسه وعمامته النظيفة وذهب إلى القصر لحضور الحفل، فاستقبله السلطان ضمن المدعوين ودعاهم لتناول الغذاء. بعد قليل بدأ الحفل ببعض الموسيقى والرقص، ثم تبعه فقرة لأحد المهرجين الذي جاء من صعيد البلاد لإضحاك السلطان. كان معروفا عن السلطان أنه رجل قوي مستبد قاسي القلب متقلب الحال. أشار إلى المهرج في أثناء الحفل بالانصراف وأمر بدخول الجنود حاملي النبال، ثم قال لضيوفه في سرور: ستشاهدون الآن جنود الأقوياء وخيرة رجالي وهم يصيبون الأهداف بنبالهم دون أن يخطئوا. جلس السلطان يتفرج على الرماية وحوله الضيوف ومعهم جحا، وبدأ أول جندي يرمي بالسهم فلا يصيب الهدف، كذلك الثاني والثالث. وضحك جحا وسخر منهم وقال: أين شبابك يا جحا لتريهم كيف كنت سيد رماة عصرك ومحط أنظار الصبايا ومحطم الرجال؟ نظر السلطان إلى جحا وقال في غيظ: الرامي الماهر يا بطل لا ينسى الرماية، فقم وأثبت مهارتك وعلم الجنود إن كان ما تقوله صحيحا. حاول جحا أن يعتذر بكبر سنه، ولكن السلطان رفض اعتذاره وقال له: عليك أن تختار حالا بين اثنتين، إما أن تمسك القوس وترمي السهم، وإما أن تكون أنت نفسك هدفا يرمي عليك الجنود. هناك سلم جحا أمره لله وأمسك القوس وشدها ورماها فلم يصب الهدف. فضحك الحاضرون بينما كشر السلطان وعقد بين حاجبيه، فقال جحا: هذه المرة يا سادة كنت أقلد فيها جنود السلطان. ثم شد القوس مرة ثانية ولم يصب الهدف، ولمح جحا الضحك على وجوه الحاضرين فقال: وهذه المرة كنت أقلد حاكم قريتنا الكسول. ثم شد القوس مرة ثالثة فأصاب السهم الهدف، فقال جحا بكبرياء: هكذا يرمي عمكم جحا. فضحك السلطان وأمر له بمكافأة. جحا
وثمرة القرع. خرج جحا من بيته مبكرا وهو يركب حماره متوجها إلى إحدى القرى، وفي الطريق أراد جحا أن يستريح فجلس تحت شجرة جوز بالغة الطول ليستريح. نظر جحا إلى جانبه فرأى شجرة صغيرة فأخذ يتأمل ثمارها الضخمة وكانت من القرع، ثم ينظر إلى شجرة الجوز العالية، فقال جحا في نفسه: سبحانك يا ربي، كيف خلقت القرع الذي تزن الواحدة منه أكثر من 5 أرطال من هذه الشجرة الصغيرة وهي لا يتجاوز سمكها الحبل الرفيع؟ ثم نظر جحا إلى شجرة الجوز وقال: وخلقت هذا الجوز الصغير من هذه الشجرة القوية البالغة الطول، ما كان أحسن لو خلقت القرع على شجرة الجوز وخلقت الجوز على شجرة القرع. وبينما جحا كذلك جاء غراب وحط فوق شجرة الجوز وراح ينقر جوزة، فوقعت الجوزة من الشجرة فوق جحا تماما وكادت أن تشج رأسه. اغتاظ جحا وخلع عمامته وأمسك رأسه بيده متألما وقد اعتراه خوف من الله تعالى، ثم قال: التوبة يا ربي، فلن أتدخل بعد ذلك في شأنك، فإن كل شيء خلقته بحكمة وليس في الإمكان أبدع مما كان، فلو كانت القرعة مكان الجوزة وسقطت فوق رأسي لحطمته وقضت علي وعلى حياتي، فحمدا لله. ثم أكمل جحا رحلته حتى وصل إلى القرية، وهناك نزل من فوق حماره ثم خلع جبته ووضعها فوق ظهر حماره، ودخل جحا بيتا تاركا حماره، فمر به سارقا فسرق جبة جحا. فلما خرج جحا لم يجد جبته، فهوى بعصاه على الحمار وجعل يضربه ويسأل: أين الجبة؟ وأخيرا أعيته الحيلة، لأن الحمار لم ولن يخبره، فأخذ بردعته ووضع على ظهره وجره قائلا: حين تخبرني عن جبتي أعطيك بردعتك. وظل جحا يسير وخلفه الحمار حتى عاد إلى بيته مرهقا يتألم من كثرة المشي وحمل البردعة. ضيافة جحا: كان جحا في زيارة أحد أقاربه بمحل تجارته، فأصر الرجل على دعوة جحا إلى البيت وقضاء يوم الجمعة معه. قال الرجل لزوجته: هيا واذبحي دجاجة وأعدي لنا الطعام. ثم أقبل أولاد الرجل وكانوا ابنين وابنتين يرحبون بجحا، فلما جلسوا للغداء قال الرجل لجحا: خذ الدجاجة واقسم بيننا. قال جحا: أنا لا أحسن القسمة، ولكن إذا رضيتم بقسمتي فعلت. قالوا في سرور: نرضى. فقطع جحا رأس الدجاجة وناولها لرب الأسرة وهو يقول: الرأس للرأس. ثم قطع الجناحين وأعطاهما للولدين وهو يقول: أما الجناحان فلجناحي الأسرة. ثم قطع الساقين وأعطاهما للابنتين الساقان، وكانت تحضران الماء أثناء إعداد الطعام. ثم قطع طرف الدجاجة وقال للزوجة: أما الزملكة فهي لك. ثم أخذ الدجاجة وقال: الذي يقسم يأخذ ما تبقى، فالحديث يقول: ساقي القوم آخرهم شربا. فلما انتهى من أكل الدجاجة أراد أن يركن إلى الراحة بعد الوقت حتى يحين موعد العشاء، وقال: لو كان بيتي بجواركم لكنت دائما عندكم، ولكن للأسف إنه على بعد يوم من السفر. فقال صاحب البيت: يا جحا، البيت بيتك، واحضر لزيارتنا كلما سنحت ذلك الفرصة. فلما اقترب موعد العشاء قال الرجل لزوجته: عندنا دجاج كثير، أعدي منه 5 دجاجات. فقالت زوجته: صاحبك لا يعرف القسمة. فقال الزوج: ذلك لأننا قدمنا له دجاجة واحدة،
فماذا كان يفعل؟ وعندما أعد طعام العشاء، قال الرجل: خذ يا جحا الدجاج وأقسم بيننا. فقال جحا: أظنكم لم ترضوا بقسمتي. فقالوا: كيف لا نرضى بقسمتك وأنت ضيفنا يا جحا؟ فقال في سرور: ولكن أتفضلون أن أقسم بينكم شفعا بعدد زوجي أم وترا بعدد فردي؟ قالوا: اقسم وترا. فقال جحا لرب الأسرة: أنت وزوجك وزوجتك دجاجة ثلاثة. وأعطاهم دجاجة. ثم قال للوالدين: أنتما ودجاجة ثلاثة. وأعطاهما دجاجة. ثم قال للبنتين وهو يقدم لهما دجاجة: وأنتما ودجاجة ثلاثة، ويكفيني أنا ما تبقى. فلما رأى دهشتهم وهو يأخذ وحده الدجاجتين، قال: ماذا تنظرون؟ لعلكم كرهتم قسمة الوتر، وهو لا يصح إلا هكذا، فهل نقسم بالشفع؟ قالوا جميعا: نعم. فأخذ الدجاجات وقال لرب الأسرة: أنت وابناك دجاجة. أربعة. وأعطاهم دجاجة. ثم قال للأم: أنت وابنتاك ودجاجة أربعة. وأعطاهن دجاجة. ثم قال: وأنا وثلاث دجاجات أربعة. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: الحمد لله، إني تعلمت القسمة جيدا. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. ذات يوم خرج جحا كعادته كل صباح إلى حديقته المجاورة ليزرعها، فأصابت فأسه شيئا صلبا، فمال عليه ليراه، فإذا هو دينار. فرح جحا فرحا شديدا بهذا الدينار الذي جاءه في وقته، وأخذ يجلو عنه الصدأ، ولكنه سرعان ما تبين أنه دينار مزيف. اغتنم جحا بعد فرح، ثم هم أن يرمي الدينار بعد أن تبين زيفه، ولكنه قال لنفسه: لماذا أرميه؟ أليس من الممكن أن أخذع به بعض الباعة وأشتري به طعاما شهيا؟ وبعد قليل ذهب جحا إلى السوق، فوجد رجلا يبيع بطة كبيرة فاشتراها منه ودفع له الدينار المزيف، فأخذه دون أن يتبين زيفه ووضعه في جيبه ومضى. وكان بائع البط يريد أن يشتري دقيقا لأهل بيته، فذهب إلى بائع الدقيق وقال له: بكم تبيع لي هذا الجوال؟ قال البائع: ثمنه دينار. دفع بائع البط الدينار الذي أخذه من جحا وذهب. أراد البائع الدقيق أن يصنع لنفسه كوبا من الشاي، فوضع الماء في الوعاء ثم رفعه إلى النار، فلاحظ أن الوعاء محروق والماء يقطر منه على النار. قال لنفسه: سأذهب وأشتري وعاء جديدا وأدفع ثمنه من الدينار الذي رزقني به الله اليوم وأحتفظ بالباقي. ثم قصد بائع الأوعية فاشترى وعاء جديدا لعمل الشاي ودفع له الدينار، وأخذ بائع الأوعية الدينار المزيف دون أن يلاحظ أنه مزيف. وفي صباح اليوم التالي أراد بائع الأوعية شراء بعض الحطب لأهل منزله، فبعث إلى جحا الذي أتى له ببعض الأحطاب. قال بائع الأوعية: كم يريد ثمنا لهذا الحطب يا جحا؟ قال جحا: هذا حطب كثير كما ترى، وقد أخذ مني شقاء يوم في جمعة، ولذا أطلب دينارا ثمنا له. ضحك بائع الأوعية ومد يده بالدينار إلى جحا. وبينما جحا في الطريق إلى داره، صادفه بائع العمامات فأراد شراء عمامة جديدة. ولما دفع الدينار إلى بائعي، تبين البائع زيفه، فرده إليه قائل: هذا دينار مزيف يا جحا. نظر جحا إلى الدينار جيدا فعرف زيفه، فاعتاض وذهب إلى الحاكم يشكو بائع الأوعية الذي غشه بالدينار المزيف. وجاء بائع الأوعية إلى الحاكم الذي أرسل في طلبه، وقرر أنه أخذه من بائع الدقيق، ودعا بائع الدقيق فقرر أنه لم يكن يملك إلا دينارا واحد أخذه من بائع البط. وجاء بائع البط فقرر أنه أخذ ذلك الدينار من جحا نفسه، وذهل الحاكم من النتيجة التي وصل إليها. نظر الحاكم إلى جحا نظرة قاسية وقال: من أين لك بهذا الدينار؟
قال جحا متلاتما: إنني عثرت عليه في أرض الحديقة. قال الحاكم: إذن هو دينارك يا جحا. قال الحاكم: كيف تبيع لنفسك أن تبيح لنفسك أن تغش الناس يا جحا وتتهم الأبرياء بالغش؟ قال جحا: حقا يا سيدي الحاكم، هو دينار الذي وجدته، وما أصدق الحكمة التي تقول: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. مرحبا بكم في حكاية الهروب، مغامرات السلحفاة طوى. الفصل الأول: سأهرب من هنا. ستهربين؟ نعم، سأرجع إلى البرية. إلى البرية؟ هل تساعدني؟ أساعدك، توقف عن تكرار ما أقوله. هذا كان قرار السلحفاة الشجاعة التي حلمت بالحرية. تغيرت حياتها بفضل صورة رأتها في أحد كتب صديقها الصغير سامر. هذه قصتها وقصة سامر، طبول البالون، أبي زياد، أم زياد، والبوسة. باختصار، هذه قصتي وسأرويها لكم. أنا سلحفاة برية، لكنني أعيش هنا في هذه المدينة منذ كنت صغيرة جدا. وإذا سألتموني كيف وصلت من الغابة إلى بيت صديقي الصغير سامر، أقول لكم إنني لا أتذكر، لكنه فسر لي مرة خلال عيد مولدي الأول. كنت في البرية مع أهلي نحتفل ونرقص ونغني، وفجأة رأيتك من البعيد. وجدتك تائهة على الطريق المؤدية إلى الغابة كثيرة الأشجار، وعرفت أنك كنت ضائعة تبحثين عن عائلتك أو عائلة ترعاك. فحملتك ونظرت إلى عينيك وعرفت أنك بحاجة إلي. كنت أجمل هدية عيد ميلاد على الإطلاق، كان عمرك سنة واحدة مثلي تماما. بالمناسبة، اسمي ضوء، أي شعاع أو نور، وصديقي سامر هو الذي أطلق علي هذا الاسم، ولاسمي حكاية أخرى رواها لي أيضا صديقي. فعندما عثر علي في البرية سأله أبوه: ماذا تريد أن تسمي السلحفاة الصغيرة؟ وبالكاد كان يعرف بعض الكلمات، فكان ما يزال صغيرا جدا. قال بطريقة ناعمة وسريعة: ضو. فقبلت بهذا الاسم شاكرة صديقي لأنه لم يدعني بكلمات أخرى يعرفها آنذاك، طابة، سيارة أو شوكولا. كنت صغيرة جدا عندما انطلقت للعيش في هذه الشقة في الطابق الثاني من هذه البناية ضمن هذه المدينة الكبيرة التي تعلوها المساكن الكبيرة والشاهقة نحو السماء، لا لون فيها ولا روح ولا فرح، وهذا يجعلني حزينة جدا. لذا أفضل ألا أنظر إلى الأعلى كي لا أرى هذه البنايات الرمادية التي تبعث في الحزن والكآبة. البيت الذي أعيش فيه مؤلف من عدة غرف. إنه ليس بالبيت الكبير، لكنه يتسع لعائلة صديقي سامر. فهناك غرفة نوم والد سامر وأمه، وهناك غرفة نوم سامر وغرفتي أيضا. فوضع صديقي بيتا صغيرا لي يتسع فيه مكان للنوم، كما وضع لي فيه ورق الخص. وهناك المطبخ وغرفة الجلوس، حيث كل مساء تجلس العائلة ويتكلم أفرادها في أحاديث لا أفهمها كلها، وحتى صديقي لا يفهمها، وهو يأخذني بين ذراعيه كل مساء، يدغدغني ويسألني إذ كنت سعيدة معه، وإنني بالفعل سعيدة معه، ولكن شيئا ما ينقصني، لا أدري ما هو. كل صباح يستيقظ صديقي باكرا ويذهب إلى المدرسة،
حيث يتعلم كيف يرسم ويلون وكيف يكتب اسمه. أتمنى يوما أن أتعلم كتابة اسمي كما هو يفعل. ذات يوم رافقت صديقي إلى المدرسة، وكانت المرة الأولى التي أزور فيها المدرسة، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للحيوانات، فطلب مني مرافقته إلى المدرسة. سنذهب سويا، ثم أضاف: ستتعرفين إلى الكثير من الأصدقاء. لدى وصولنا دخلنا إلى الصف، وكان هناك عدد من الأطفال ويرافق كل واحد منهم حيوان أليف. هذه صديقتي لما، انظر، لديها هرة صغيرة بيضاء اللون، الهرة تنتمي إليها. اقتربت من لما ومن هرتها التي تموء من دون تقطع، وكم أزعجني مواؤها. لو أستطيع أن أسكتها، لكنني عندما دعبت رأسها فرحت كثيرا وأسمعتني خرخرتها. وهذا ربيع ومعه كلب صغير، هذا كلبه. أفزعني في البداية ما جعلني أختبئ في بيتي، ثم ما لبثت أن نظرت إليه وبدا لي لطيفا ودودا. وعندما خرجت من بيتي بدأ يقفز ويهز ذيله وكأنه يريد اللعب معي. وهذا كميل ومعه سمكة ذهبية اللون تسبح في حوض سمك دائري. السمكة تنتمي إلى كميل، فسر لي سامي. لمست زجاج الحوض، في بادئ الأمر لم تكترث السمكة بي، بل أكملت سباحتها المنتظمة والجميلة، ثم بدأت بالقفز في الماء كأنها تحييني. لن أنسى أبدا ذلك النهار الذي بدا لي أنه من الطبيعي أن أكون برفقة صديقي الصغير، على الرغم من أنني في المساء أشتاق إلى شيء ما أجهله. أنظر إلى ضوء القمر طالبة منه مساعدتي لمعرفة سبب اشتياقي ومعرفة إلى من أنا أنتمي، وأسأل نفسي: هل أنتمي إلى صديقي أو إلى مكان آخر؟ ما أصعب عدم الشعور بالانتماء إلى أحد ما أو إلى مكان ما، وهذا السؤال كان يراودني أينما أذهب ومهما فعلت. نسيت أن أخبركم بأنني لا أعيش فقط في البيت مع سامر وأبويه، بل هناك الهر قبول ذو الوبر الأبيض الطويل، وهناك صديقة أخرى هي سلحفات، لكنها لا تتكلم ولا تتحرك، فهي مصنوعة من قماش. منذ حضورها إلى البيت وهي لم تحادثني أبدا، تكلمت معها ساعات وساعات من دون أي رد فعل منها. ما زلت أتكلم معها من دون الحصول على أي جواب. على الرغم من ذلك أنا أحبها وأجدها مميزة، وأسميتها السلحفات الصامتة. الفصل الثاني. كل يوم بعد رجوعي من المدرسة كان صديقي سامر يخبرني عن نهاري. اليوم درست الفعل الماضي، كما أكملت حفظ جدول الضرب، وفي الجغرافيا تعلمت عن الغابات وحيواناتها ولعبت مع الأصدقاء. أما مساء فكان يروي لي القصص والحكايات، وكانت قصصه وأحاديثه تأخذني إلى البعيد، أحيانا إلى البحار والمحيطات، وأحيانا إلى الجبال والوديان. ولكن ذات نهار أتى صديقي ومعه كتاب، وكان غلافه يحتوي على صورة سلحفات. سرعان ما عرفت أن هذا الكتاب هو كتاب يتكلم عنا نحن السلاحف. جلبت كتابا سنكتشفه سويا، إنه مليء بالصور، قال سامر، ثم بدأ بسرد عدد من المعلومات عني، بعضها أعرفه ومعلومات أخرى كنت أجهلها تماما. أخبرني ما يلي وهو ينظر إلي: السلحفاة زاحف من ذوات الدم البارد، جسمها محمي بدرقة. الدرقة معناها غطاء من العظم يغطي جسم السلحفاة، هذه الدرقة صلبة. ثم طرق بإصبعه على بيتي الذي أحمله أينما أذهب وقال لي: هذه هي الدرقة. وأكمل حديثه: ثم نوعان من السلاحف، بعضها بري وبعضها الآخر مائي.
والأنواع البحرية تسمى الترس البحرية. أنت من النوع الأول، أي سلحفاة برية. ثم أضاف: تشترك السلاحف في الخصائص نفسها التي تتميز بها كل الزواحف، ومن بينها تتنفس برئتين، لها جلد مقوى بحراشف قرنية، تضع بيضها في مكان جاف تقريبا، ولا تحضنه كالدجاج والعصافير التي تحضن بيضها حتى تفقس. ليس للسلحفاة أسنان، ولكنها تملك شبه منقار قوي تطحن به ما تأكله. وها هو يلمس منقاري ويقول لي: ما أجمل هذا المنقار. ثم يكمل حديثه وهو يقلب الصفحة، ونرى عددا كبيرا من السلاحف في البرية وفي البحر وبرفقة الإنسان. ثم يقرأ بتأن وروية: على الأرض تتنقل السلحفاة ببطء بسبب قصر أطرافها وثقل درغتها، ودرقة السلحفاة البرية تكون مثل القبة، أما في الترس البحرية فتكون أكثر تسطيحا وانسيابا لتناسب السباحة في الماء. ثمة سلاحف مائية تعيش في الماء العذب كالأنهار، ومعظمها يعيش في البحار والمحيطات. تدخل السلحفاة البرية في السبات خلال أشهر الشتاء، ونادرا ما تشاهد خلال أشهر الأمطار، إذ لا تأكل شيئا طوال هذه الفترة. وفي بداية فصل الخريف، بعد تساقط أوراق الأشجار وهبوب الهواء البارد، تختبئ السلحفاة تحت الأوراق اليابسة وتحت التراب، وتغرق في سبات عميق عندما يطل فصل الربيع. ها هي تخرج من تحت التراب لتنطلق إلى الحياة من جديد. ثم أكمل سامير شرحه، وأنا أنظر إليه وإلى الصور الملونة، وقال: بالنسبة إلى السلحفاة البرية، فهي تتغذى على الحشائش والنباتات والخضار، لذلك تكون تربيتها سهلة كالحيوان الأليف. أما السلحفاة المائية فتتغذى على الأحياء المائية الصغيرة، وهي تعتبر العدو الأساس لقنديل البحر، ذلك لأنها الحيوان الوحيد الذي يحد من تكاثره. ولذلك في الأماكن التي يكثر فيها صيد الترسة البحرية تتكاثر القناديل بشكل كبير، خصوصا في فصل الصيف. هل لاحظت كم أن السلاحف مهمة للبيئة يا ضو؟ ثم قال وهو ينتقل إلى صفحة أخرى: نظر السلحفاة البرية قوي، ولكنها تستعمل حاسة الشم، ولديها أذنان مخبأتان تحت جلد رأسها. ثم أضاف صديقي سامر: انظري يا ضو، كم هي جميلة هذه السلحفاة، طبعا إنها ليست بجمالك. ثم دلني على صورة أخرى، ونظرت إلى كل هذه السلاحف وأنا فرحة جدا بهذه المعلومات كلها. وهذه السلحفاة الصغيرة تخرج من البيضة بعدما قضت 3 أشهر في التراب وفي الحرارة لتعيش في البرية. ثم يقلب الورقة وتظهر صورة سلحفاة أم مع ابنتها، فيقول لي سامر: هذه سلحفاة أم وابنتها الصغيرة التي تزن 10 غرامات، انظري كم هما جميلتان. وعند اكتشاف كل هذه المعلومات كنت فرحة جدا بها. اكتشفت معلومات عدة، وعرفت أن مكان سكني ليس بيتا في بناية ولا حتى حديقة حيوانات، بل مكان سكني هو البرية. مساء عندما التقيت بالطبول قلت له: المكان الذي أنتمي إليه هو البرية لا المدينة. وهل أنا أنتمي أيضا إلى الغابة؟ سألني الهير. كلا، أحب أن أكتشف يوما الغابة، أتمنى أن ترافقني يوما ما إلى الغابة لاكتشافها سويا. تنهذت، ثم راودتني فكرة رائعة: الهروب. قررت الهروب من البيت لألتقي من جديد بأهلي وأقاربي، طبعا إنهم بانتظاري في البرية، ولم أكن أريد أن أخبر صديقي الصغير، فهو سيحزن كثيرا لهذا الخبر، لكنني أخبرت طبول صديقي الوفي، وبكل بساطة سأهرب من هنا. ماذا؟ ستهربين من هنا؟ قال لي وهو يلعب مع السلحفاة الصامتة. نعم، سأرجع إلى البرية، المكان الذي أنتمي إليه. إلى البرية؟ قال الهير. أضفت: هل تساعدني؟ أساعدك؟
قال ذلك وهو يقفز في الهواء مع السلحفاة الصامتة. توقف عن تكرار ما أقوله لك. الفصل الثالث. كان القرار نهائيا الهروب من بيت صديقي سامر والعودة إلى البرية. والهروب ليس عملية سهلة، يجب اتباع خطة وتطبيقها لكي ينجح. خطط عدة رسخت في رأسي. الخطة الأولى أن أهرب من الشباك، ذلك طبيعي، فالشباك هو مدخل إلى العالم الخارجي، والحيوانات كلها التي تريد أن تهرب تهرب من الشباك. ولكي أهرب من الشباك علي أن أتبع خطوات عدة. أولا أن أكون وحدي في الغرفة. ثانيا أن يكون الشباك مفتوحا. ثالثا الوصول إلى الشباك من خلال تسلق الستارة. انتظرت أيام كي تتوفر الظروف وأتمكن من الهروب. أتى اليوم المنتظر، صديقي سامر خارج البيت وأنا وحدي في الغرفة، وقد نسيت السيدة إغلاق الشباك. اتجهت نحو الستائر وبدأت غض القماش لكي أتسلقها، وها أنا بصعوبة أتسلق ببطء شديد، وكنت أنظر إلى حافة الشباك لأعرف متى أصل إليها. ولكي أشجع نفسي كنت أفكر طوال الوقت بالبرية وبعائلتي التي اشتقت إليها. بقيت أفكر بالأمور الإيجابية حتى وصلت إلى حافة شباك الغرفة. تنفست الصعداء لدى وصولي إلى الحافة، ومشهد المدينة أمامي كان جميلا. اقترب مني عصفور وهو ينظر إلي بتعجب وقال لي: مرحبا، اسمي فرحان، أسمتني العصافير كذلك لأني فرح طوال الوقت. وأنت ما اسمك؟ أنا ضوء السلحفاة. ماذا تفعلين هنا يا ضوء؟ أريد أن أهرب من بيت صديقي وأعود إلى أهلي في البرية. إنها فكرة جميلة، ولكن كيف ستهربين؟ فأنت لا تستطيعين الطيران ولا رمي نفسك من هذا الارتفاع. أعرف ذلك، هل تستطيع مساعدتي في الهروب يا فرحان؟ كيف ذلك؟ تستطيع أن تحملني من هنا وتضعني على الرصيف. سكت العصفور ولم يضف أي كلمة، بل اقترب مني محاولا حملي، ثم قال: إنك ثقيلة، لا أستطيع حملك وحدي، سأطلب مساعدة أصدقائي. فرأيت فرحان يطير نحو الحديقة العامة المليئة بالأشجار الخضراء، وزقزق بطريقة سريعة وغريبة، وما لبث أن عاد ومعه ثلاثة عصافير أخرى. صديقتي ضوء، هؤلاء نعسان، جوعان وفزعان، سنحاول أن نحملك وننقلك من حافة الشباك إلى حافة الرصيف. اقترب فرحان ونعسان وجوعان وفزعان مني، وأمسكت بقوائمها طرف ذرقتي محاولة حملي. نعسان: استيقظ يا صاح، واحمل جيدا، صرخ به فرحان. أما جوعان فكان همه: ماذا تأكل السلاحف؟ صرخ فزعان: آه، سأقع، إنني خائف. أما أنا فصرخت فرحة وأحسست بالارتفاع قليلا: آه، إنني أطير. ولم أكد أنهي جملتي حتى اختل توازني وسقطنا كلنا داخل الغرفة مجددا. الخطة لم تنجح، ولم تستطع العصافير حملي بسبب وزني. طبعا شكرت فرحان، نعسان، وجوعان وفزعان لمحاولتهم مساعدتي، ورحت أبحث عن حل آخر للهروب، لأن أملي في العودة إلى أهلي ما زال قويا. الخطة الثانية. قررت عندما يكون باب الغرفة مفتوحا أن أهرب مسرعة إلى باب البيت للخروج منه، ثم أستعمل المصعد وأنزل فيه إلى مدخل البناية وأهرب. انتظرت أكثر من يومين حتى نسي صديقي باب غرفته مفتوحا، وها أنا أركض مسرعة طبعا قدر المستطاع كي أصل إلى مدخل البيت. ظهر أمامي سامر فحملني وهو يقول: ماذا تفعلين أيتها الشقية خارج الغرفة؟ كنت أتمنى لو كان يفهم تنهداتي ويعرف أنني أريد الخروج من البيت كي أعود إلى البرية، لكنه للأسف ها هو يعيدني إلى الغرفة. فشلت محاولتي الثانية. فكرت مليا بخطة تتطلب مساعدة الهر طبول. الخطة الثالثة. ذات يوم طلبت منه خدمة مميزة وقلت له: من حين لآخر تتنزه مع سامر خارج البيت، صحيح؟ أجاب الطبول: نعم، أكملي يا صديقتي.
أضفت: أريدك أن تساعدني في الهروب. صرخ الطبول وعلامات التعجب ظاهرة على وجهه مستوضحا الأمر، ولم يفهم ما أقصده. وكيف ذلك؟ شرحت له بهدوء: عندما تخرج في نزهة مع صديقي الصغير تغلغل وأختبئ في شعرك الطويل لدى وصولك إلى خارج البيت، أترك شعرك وهرب مسرعا للوصول إلى البرية. في بادئ الأمر لم يحب الهر فكرتي كثيرا، قائلا: إنه سيشتاق إلي كثيرا، وإن سامر سيحزن لاختفائي. وأضاف: على الرغم من حزني سأساعده. بعد الظهر حان وقت النزهة. طبول، أين أنت؟ صرخ سامر باحثا عن الهر. فركضت مسرعة نحو الطبول متغلغلة في شعري، وها هو الهر متجه نحو مدخل البيت حيث كان صديقي يناديه. وبينما كان سامر يحمله بين ذراعيه اكتشف وجودي في شعر الهر، فقال لي متعجبا ومبتسما أيضا: وأنت أيضا تريدين الذهاب في نزهة معنا؟ أهلا وسهلا بك يا سلحفاتي الصغيرة، لكنني سأضعك في قفصك كي لا تضيعي على الطريق. إن خسرتك كيف سأجد سلحفات أخرى غيرك يا صديقتي الهادئة؟ نظرت إليه وتنهدت، وكنت أتمنى أن يفهم تنهداتي ويتركني أضيع في الطريق، فأنا سأتدبر أمري كي أعود إلى منزلي. لكنه للأسف وضعني في القفص، وذهبت معه ومع الهر في نزهة قصيرة، ثم عدنا إلى البيت. الفصل الرابع. مر أسبوعان، وعلى الرغم من تسكعي في البيت مع طبول وتمضيته الوقت مع السلحفاة الصامتة، إلا أنني أصبحت أكثر إلحاحا للهروب إلى البرية. رسخت الفكرة في رأسي وصارت تراودني طوال النهار. أستيقظ في الصباح وأفكر كيف سأهرب، وأنام في المساء وأحلم بأنني هربت. كان كل تفكيري منصبا على الهروب من البيت، ولكن كل المحاولات كان مصيرها الفشل، والهر الطبول لم يستطع مساعدتي. لا تفكري في الهروب لأنك لن تفلحي في ذلك، هذا ما كان يردده كل يوم، وذلك ما جعل عزيمتي أكبر وأقوى. كما طلبت مساعدة السلحفاة الصامتة التي ظلت صامتة ولم ترد علي بأي كلمة ولا حتى أي حركة، فأخذتها بين ذراعي وشكرتها على الرغم من عدم مساعدتها لي. شكرا لك يا صديقتي. ودموعي كرت من عيني، وشعرت بحزن عميق لأنني لم أستطع الهروب من بيت صديقي، لكنني لم أستسلم أبدا ولم أفقد الإصرار على الهروب أبدا. كنت دائما أتذكر جدا جدا من أجدادي وقصتي مع أرنب اللعوب ومتكبر، والذي كان يعتقد أنه يستطيع أن يهزم جدي بالركود للوصول إلى الينبوع لأنه أسرع منه. ولكن جدي بإصراره وعزمه القوي وعدم استسلامه للواقع هزم الأرنب السريع ووصل قبله إلى الينبوع. وللرجوع إلى الحاضر، اليوم عيد ميلاد صديقي الصغير. في هذا التاريخ من كل عام يحتفل صديقي سامر بعيده، كما أنا أيضا أحتفل معه بعيد ميلادي. وبدأت التحضيرات، تنظيف مكان الاحتفال ثم وضع الزينة، نفخ البالونات عن طريق غاز الهيليوم وربطها وتعليقها على حبل طويل، كما وضع بعض البالونات أمام الباب ولصق معايدة كبيرة من كرتون على حائط البيت مكتوب عليها: عيد ميلاد سعيد يا سامر ويا ضوء. وطبعا أنا كنت موجودة قرب صديقي العزيز، وهو كان ينفخ البالونات ثم أبوه يربطها. أما الأم فكانت تحضر وجبة الطعام التي ستقدم خلال العيد، كما حضرت قالب الحلوى مليئا بالشوكولا ومكتوب عليه: كل عام وأنت بخير يا سامر ويا ضوء. وضعت الشموع عليها ونثرت الحلويات والسكريات على الطاولات. أما الأب فحضر الكاميرا لتصوير المناسبة. من وقت لآخر كان سامر ينظر إلي ويبتسم قائلا: عيد ميلاد سعيد يا ضوء، وكل سنة أريد أن أعيد معك يا سلحفاتي العزيزة. كانت هذه الكلمات تؤثر في كثيرا، فلا أريد أن أجعل صديقي حزينا بسبب هروبي، ولكن أيضا أريد الرجوع إلى البيئة التي أنتمي إليها. فجأة طار بالون في السماء
كان سامر يحاول ربطه، وطبعا لم يستطع التقاط البالون. فقال لي سامر: انظر يا ذو البالون يطير في السماء. نظرت إلى البالون وهو يعلو ويعلو ويعلو حتى الاختفاء، ودارت في رأسي فكرة جديدة للهروب، وهي ربط نفسي بالبالون لكي أطير في السماء وينقلني من المدينة إلى البرية. إنها فكرة رائعة، قلت في نفسي. فخبأت 3 بالونات بينما كان صديقي يرتدي ثيابه التنكرية لعيده. وفي تمام الساعة 5 بدأ الأصحاب يتوافدون. وضعت الموسيقى وبدأت الرقص والتسلية. كان عيدا مسليا ومليئا بالأصدقاء والأحباب الذين توافدوا من كل مكان لتهنئة سامر وتهنئتي بالعيد. في اليوم التالي استيقظت في الصباح الباكر، جلبت البالونات التي أخفيتها، وكنت أحاول طوال النهار أن أربطها حول جسمي، وطبعا لم يساعدني الهر. لا، بل أتى مسرعا وقال: هل تريدين أن تلعبي؟ كلا، إنني مشغولة. مشغولة بماذا يا ذو؟ مشغولة بربط هذا البالون، هل تساعدني؟ أنا أساعدك، لا أعرف كيف، والسلحفاة الصامتة تنتظرني. عندما تنهين عملك نحن في انتظارك للعب معنا. وكأنه وقت للعب، وبعد جهد جهيد ها أنا ألقي نفسي من الهواء وأطير خارجة من شباك الغرفة. ها أنا أطير وأطير وأعلو، إنني أشعر بالحرية. ثم يا للأسف، ها أنا أسمع فقعة وأشعر بأني أسقط من جديد على أرض الشرفة. ولكنني هذه المرة لم أصل عند صديقي الصغير، إنما على شرفة جيران صديقي في الطابق 10. الفصل 5. سقطت أرضا وارتطم جسمي بقوة وصرخت من الخوف أكثر من الألم. فتحت عيني متفقدة نفسي. هل أنا بخير؟ هل أصابني مكروه؟ ذعرت وبدأت تفحص جسمي والتأكد ما إذا كان بيتي ما زال فوقي. وطبعا هذا ليس جبنا، ولا تدعوني بالجبن، إذ هي غريزة البقاء، الحفاظ على الذات. لم أعرف أين أنا. نظرت حولي، طبعا لم أجد نفسي في البرية ولا على شرفة بيت صديقي، بل على شرفة بيت آخر. ثم سمعت مواء وصوت امرأة مسنة تخرج إلى الشرفة وتقول: ما هذا الصوت الغريب؟ كما سمعت صوت رجل من داخل الشرفة يتكلم بصوت عالي: ماذا سمعت يا أم زياد؟ سمعت صوت لطمة، ردت عليه وهي تقترب مني، وأنا اختبأت في بيتي خائفة. إنك دائما تتكهنين بسماع أصوات، إنك بحاجة إلى طبيب ليتفقد سمعك، قال أبو زياد. اقتربت مني هرة سمينة وغبرها قصير بني اللون ووجهها عابس جدا، وسألتني: من أنت؟ أنا ضو السلحفاة، وماذا تفعلين هنا على شرفتي؟ كيف وصلت؟ كنت أحاول الهروب من بيت صديقي سامر للرجوع إلى البرية. ثم حملتني المرأة التي تضع نظارات سميكة ووجهها جميل جدا على الرغم من كبر سنها، ثم صرخت: أخرج يا أبو زياد، أخرج إلى الشرفة، سلحفاة صغيرة على شرفتنا. خرج الرجل المسن مسرعا واقترب من زوجته ليتفقدني. كم هي جميلة هذه السلحفاة يا أبو زياد. نعم، إنها رائعة، لكن من أين أتت وكيف وصلت إلى شرفتنا؟ هل تمطر السلاحف هذه الأيام العجيبة؟ سأل أبو زياد زوجته التي لم تدري أيضا كيف وصلت السلحفاة إلى الشرفة. سألتني الهرة وهي تموء بلهجة استهزائية: هل أصبحت السلاحف تطير هذه الأيام؟ فقلت لها وأنا بين ذراعي السيدة: كلا، إنني لا أطير. وهل أصبحت الهرة أذكى مما أعتقد هذه الأيام؟ فرمقتني بنظرة استخفافية، ثم دخلت ببطء إلى البيت وهي تتمتم بغضب كلمات لم أفهمها. لم يكترت السيد والسيدة كثيرا لكيفية وصولي، ولم يطرأ على بالهما أولا وأخيرا إنني ربما أكون لأحد من الجيران، بل كان همهما وجودي بينهما والاهتمام بي. لقد صار عندنا هرة وسلحفاة.
قالت أم زياد: ولأخبركم قليلا عن هذين الشخصين، وهما أبو زياد وأم زياد، وعرفت ذلك لأنهما كان يناديان بعضهما طوال النهار بصوت عال بهذين الاسمين، وحديثهما كان: أبو زياد، هل تناولت دواءك؟ أم زياد، هل شربت كوبين من الماء؟ أبو زياد، هل لا تخفض صوت التلفاز؟ إنه عال جدا، كل الجيران يستطيعون سماع الصوت. أم زياد وأبو زياد كانا يقضيان وقتهما بلعب الورق ومشاهدة التلفاز وقراءة المجلات، كما كانت أم زياد تحك الصوف للصغار، وأبو زياد كان يتسلى في تصليح ما تخربه أم زياد. كما يأتي أصدقاء أبي زياد وتقام جلسات سياسية، فكان الجميع يتعاركون كلاميا، ويعود كل واحد إلى البيت غاضبا، وما يلبث إلا أن يرجع الغاضبون في اليوم التالي إلى بيت أبي زياد للتحدث في السياسة مجددا. صديقات أم زياد كان يجتمعن كل أسبوع عندها، وتدور الأحاديث حول سكان الحي ومشاريعهم، فكانت هذه الجلسات نشرة تفصيلية عن حياة سكان الحي. لكن خلال وجودي في بيتهما اختلفت الأمور، فأصبحت مصدر اهتمامها وتغيير حديثهم، وأصبح الحديث عن الشكل التالي: أبو زياد، هل وضعت ورق الخص للسلحفاة؟ أم زياد، هل وضعت السلحفاة على الشرفة الأخرى لأن أشعة الشمس قوية عليها هنا؟ أبو زياد، هل لا أدخلت السلحفاة من الخارج لكي أتفقدها؟ أم زياد، هل نظفت ما قامت به السلحفاة على الأرض؟ ما أجملك أيتها السلحفاة، هل تريدين بعض الخص؟ ما ألطفك أيتها السلحفاة، هل تريدين نزهة؟ ما أهداك أيها السلحفاة، هل تريدين بعض الماء؟ باختصار، الأمر كله كان مثيرا بشكل ممتع ومفاجئ، ولكن هذا لم يعجب الهرة السمينة ذات الاسم المضحك بوسة. بوسة، قلت لها بتعجب ومتوقفة عن الأكل ورق الخس التي كانت بين يدي، فهذا الاسم لا يناسبها أبدا، خصوصا مع هذا الوجه العابث. نعم بوسة، وإنني هرة متميزة. متميزة بماذا يا بوسة؟ أولا تناديني بالآنسة بوسة، قالت لي بلهجة أمر، ثم أضافت ثانيا: إنني أتمرن كل يوم لأصبح مغنية أوبرا، فهذا هدفي في الحياة. أوبرا، هذا يليق بك يا آنسة بوسة، أجبتها وابتسامة سخرية ظهرت على وجهي. ما هو هدفك في الحياة يا ما اسمك؟ ضوء، اسمي ضوء. نعم، ما هو هدفك يا ضوء؟ أن تكوني راقصة بالي أو لاعبة على آلة البيانو أو ماذا؟ كلا، قاطعتها وأضفت: أحلم أن أرجع إلى البرية وأعيش في البيئة التي أنتمي إليها. سكتت الهرة ولم تضف أي كلمة. انقطعت كل أخباري عن صديقي سامر على الرغم من عدم وجودي بعيدة عنه كثيرا، ولا يمكنني أن أعتبر أن حياتي أصبحت أفضل عند أبي زياد وأم زياد، ولكنني أستطيع القول إنها حياة مختلفة عن حياتي مع سامر. فمع أبي زياد وأم زياد كانت الحياة هادئة جدا، وكنت أمضي معظم وقتي نائمة أو آكل. خلال وجودي في بيت أبي زياد وأم زياد كانت بوسة تتمرن على الغناء طوال الوقت، وكم من المرات كان أبو زياد يلحقها بعصاه لإسكاتها، كما كانت أم زياد تقدم لها الطعام طوال الوقت لتلهيها عن الغناء. طلبت منها مرة النزول عند صديقي سامر الموجود في الطابق الثاني وإخبار طبول الهر أنني هنا عند أبي زياد وأم زياد. قبلت الهرة مع الكثير من التذمر، لكنها رجعت مسرعة إلى البيت، كانت خائفة من الهر وقالت: لقد هجم علي، صديقك ذو القوائم العريضة كان يريد العراك. منذ ذلك الحين طلبت عدة مرات من بوسة أن تساعدني للنزول عند سامر، لكنها كانت تتهرب من مساعدتي خائفة من طبول. خلال هذا الوقت كان صديقي الصغير يحاول كل ما في وسعه العثور علي. حزن سامر
حزن سامر كان كبيرا جدا، وكان أبوه وأمه قلقين كثيرا عليه. لا أدري كيف اختفى الضوء، قال سامر. هل بحثت عنها في البيت؟ سألته أمه. نعم يا أمي، لقد بحثت عنها في كل البيت، في زواياه وفي كل غرفة، ولم أعثر عليها. يجب أن نبحث عنها إذا خارج البيت. لكن كيف يا أبي؟ قل لي كيف، قال سامر بلهجة متوسلة. يجب أن نبحث عنها في المدينة، رد الأب. في المدينة؟ قالت الأم وهي تنظر إلى الأب بطريقة متعجبة. نعم في المدينة يا أمي، إنني مستعد لأن أبحث عنها في كل الحدائق العامة وفي الأزقة وفي كل الشوارع، وأن أقرع كل باب بيت من بيوت المدينة لكي أعثر على سلحفاتي، أجاب سامر. ضحك الأب وقال له: كلا يا سامر، لدي خطة أخرى. وفي اليوم التالي أتى والد سامر ومعه كمية من الورق، أعطى لابنه ورقة منها وقال له: إنها ملصقات، اقرأ ما كتب عليها. أخذ سامر ورقة وبدأ بالقراءة بصوت عال: السلحفاة ضو فقدت، لكل من رآها أو لمحها أو وجدها نرجو منكم الاتصال على هذا الرقم وشكرا لكم، سنلصق هذا الإعلان في كل أرجاء المدينة، اقترح الأب. إنها فكرة رائعة يا أبي، قال سامر وعيناه تشعان أملا. وفي اليوم التالي بدأ صديقي الصغير وضع الملصقات التي تحتوي على صورة لي على مدخل البناية وعلى طول الطريق المؤدية إلى بيته في البناية، كما وضع الإعلان على مدخل السوبر ماركت ومحال أخرى. بعد الظهر بينما كان أبو زياد ذاهبا لشراء بعض الحاجيات، رجع مسرعا إلى البيت وقال: يا أم زياد، أرجوك إنني بحاجة إليك. أتت أم زياد وهي متعجبة من هلع أبي زياد: ماذا يجري يا أبو زياد؟ وما هذه الورقة؟ أخذت منه الملصق وقرأت ما كتب فيها من معلومات، ثم نظرت إلى زوجها وقالت له: إنها للصبي سامر. نعم، قال أبو زياد مبتسما. ثم حملتني السيدة ومعها أبو زياد وتوجهنا كلنا عند سامر بعدما ودعت بوسة وهي ترمقني بطرف عينيها، وما زالت العبسة مرسومة على وجهها. ها أنا أعود إلى صديقي الصغير الذي اشتقت إليه كثيرا والذي فرح به جدا، وعندما استلمني من أبي زياد وأم زياد اللذين ودعاني والدموع في عينيهما متمنيين لي الحياة السعيدة مع سامر. الفصل السادس. كانت غبطة صديقي سامر لا توصف. رأيت الاشتياق والمحبة في عينيه الدامعتين عندما أخذني بين يديه وعانقني كأنه يعانق أمه أو أباه، كما أنني فرحت أيضا برؤيته من جديد، لكنني كنت أتمنى طبعا الرجوع إلى البرية حيث أنتمي، كما كان في استقبالي من والديه حارا جدا وفرح لفرح ابنهما. كانت أمه سعيدة وقالت لي: كم كان سامر حزينا على غيابك يا ضو. أما والده فحملني وبابتسامة عريضة ظهرت على وجهه. عند دخولنا إلى غرفة سامر أجلسني على سريره وبدأت الأسئلة تتوالد: كيف وصلت عند الجيران؟ ماذا كنت تفعلين عند الجيران؟ هل أكلت؟ هل كان لطيفين معك؟ كيف أمضيت وقتك؟ لماذا؟ وكيف؟ وأين؟ اكتفيت بالنظر إليه، فاقترب من وجهي ولمسه ونظر إلى عيني ولم يضف أي سؤال، بل كان هناك وقت من السكوت، كما ارتسم على وجهه شيء من الدهشة كأنه اكتشف أمرا ما ولا يريد الإفصاح عنه. تلك الليلة لم أنم، اكتشفت كم يحبني سامر وكم هو متعلق بي، وعرفت كم من الأسى سببت له بسبب غيابي، فقد انتابني شعور بالذنب لن أهرب منه بعد الآن، قلت في نفسي والغصة في قلبي. في صباح اليوم التالي استيقظت على ضجة صديقي سامر وكأنه كان يحضر شيئا ما، وعندما رآني مستيقظة اقترب مني وقال: لدي مفاجأة كبرى لك، سترافقينني إلى البرية، إنك مشتاقة للغابة وأشجارها ورائحتها، لذا تذهبين معي ومع ماما وبابا كي تزوريها. كنت فرحة لهذه المفاجأة، فطبعا سأتنشق الهواء من جديد،
اتجهنا أنا وسامر ووالده وطبعا طبول إلى البرية تاركين وراءنا صخب المدينة وضجيجها متجهين نحو الهدوء والسكينة. فما أجمل البرية بأشجارها ونباتاتها وأزهارها وعصافيرها وحيواناتها. عند وصولنا رأيت من جديد الأشجار الكبيرة الشاهقة الخضراء التي تنقي الهواء وتكون بيوتا للعصافير وملجأ للحيوانات البرية، فهي كغطاء شاسع أخضر للكثير من النباتات والحيوانات. كانت البرية تفوح منها رائحة التراب والزهور وأوراق الأشجار كلها، تجانست مع بعضها وأعطت أجمل عطر لم يخترعه إنسان ولم يشمه أحد. أما الشجيرات فتنمو قرب الأشجار الشاهقة والأعشاب والطحالب وتنتشر في كل بقعة من هذه المساحات الخضراء، والفطريات تغزو كل الغابة. مر الوقت سريعا جدا، فكنت أستمتع بكل دقيقة ولم أنظر إلى الأشجار والطرقات الحجرية التي كونتها قوة الطبيعة، منتظرا ظهور أحد من أقاربي أو أهلي. لكن لسوء الحظ لم يكن هناك أحد، كما كان الهر طبول يقفز ويركض ويلعب من دون أي استراحة. ثم قال الوالد لسامر: حان وقت العودة إلى المدينة. حملني صديقي الصغير بين ذراعيه ونظر إلي وقال: حان وقت العودة إلى المنزل. ثم سكت لبرهة وأضاف: على هذا الطريق الوعر وجدتك، وهنا سأتركك، أنا سأعود إلى منزلي وأنت إلى منزلك. نظر مباشرة في عيني وعرفت أنها نظرة الوداع وقال لي: الضوء لا يمكن أن يسجن، بل هو دائما حر طليق، وأنت يا ضوء مكانك هنا، سأرجع كل سنة إلى هنا لأراك، أتمنى أن ألتقي بك وألا تنسيني. ثم أنزلني إلى الأرض ونظرت إليه نظرة أخيرة، ثم شعرت بدفء الأرض والتراب على مخالبي وأحسست بالحرية التي كانت تسري في دمي. رفعت رأسي ورأيت للمرة الأولى السماء الزرقاء وبعد الغيوم، ونظرت أمامي ودخلت إلى البرية لأبحث عن عائلتي. لوح لي صديقي سامر بيده من بعيد من داخل سيارة أبيه والدموع تنهمر على خديه، ثم صرخ: إلى اللقاء يا صديقتي العزيزة. فلوحت له برأسي ثم أدرت جسمي ودخلت أكثر فأكثر إلى البرية للبحث عن عائلتي. عندما أصبحت في الغابة حيث لا أسمع سوى زقزقة العصافير وهدير سيارة والدي سمير الذي يختفي في سكون الغابة، ولا أرى سوى الأشجار الكبيرة ولا أشم إلى رائحة الأرض، أكملت طريقي. ثم سمعت هسيسا فنظرت محدقة إلى مصدر الصوت ورأيت الأعشاب تتحرك وكأن حيوانا ما موجودا وراءها. وكانت مفاجأة كبيرة عندما خرج الهر الطبول مهرولا وراء الأعشاب. ماذا تفعل هنا؟ كنت أقضي حاجتي، أين سامر وأهله؟ لقد تركني سامر هنا لألتقي بأهلي وأرجع إلى البرية. لا تقلق، سيرجعون الآن لاصطحابك إلى البيت. حسنا، ولكن ريتما يرجعون أريد اكتشاف الغابة معه، إنها فكرة رائعة يا طبول. ودخلت أنا والهر إلى الغابة أكثر فأكثر لاكتشافها وللعثور على عائلتي. مرحبا بكم في قصة الوجه والقناع. جلس جميل عند ضفة النهر وراح يتأمل صورة وجهه على صفحة الماء. في الماضي لم يتأمل جميل وجهه في هذا المكان، كان يمارس هوايته المفضلة صيد الأسماك مع رفاقه. كانت عيونهم تحدق فيه إعجابا بمهاراته المتعددة، فهو طالب متفوق في دراسته، وهو من أهم أعضاء فريق كرة القدم في المدرسة، وهو عضو في فريق المدرسة العلمي الذي كان ينافس دائما على المرتبة الأولى بين مدارس البلد. وأهم ما يميز جميل بحسب رأي رفاقه تماتة أخلاقه والمحبة التي يكنها الجميع له. الآن تغيرت أحوال جميل بعد الحادثة المشؤومة التي تعرض لها عند سفره مع عائلته إلى مدينة ساحلية من أجل قضاء عطلة قصيرة على شاطئ البحر. تدهورت الحافلة وأصيب أفراد العائلة جميعا بكسور مختلفة، أما جميل
قد غلق داخل الحافلة والتهمت النيران ثيابه. نتجعنا الحادثة حرق في وجه الفتى اليافع وفي يده اليمنى. بعد علاج بدائي بقيت نذوب كبيرة على خد جميل الأيمن، وظهر تشوه الجلد وتحت عينيه اليمنى وفوقها، كما بقيت نذوب على يده اليمنى، ولحسن الحظ لم تتأثر العين وبقي بصر جميل سليما. وضع جميل يده على وجهه وخلع القناع المطاطي الشفاف، ثم وقف ونظر إلى المدى البعيد، وتراءت له أسراب الطيور البيضاء المحلقة فوق ماء النار. أمسك القناع بيده وهو يرميه في الماء. تراجع الفتى الحزين وأسبل يده ثم جلس ثانية. كان القناع الوسيلة الأمثل كي يواصل جميل دراسته في المدرسة. بعد انقضاء ذلك الصيف الحزين، بذلت عائلة جميل جهودا كبيرة لأجل عودة الفتى إلى مقاعد الدراسة. إنك في 15 من عمرك وينتظرك مستقبل باهر. هذه العبارة سمعها جميل من والده عشرات المرات. أرجوك ساعدني في الشفاء بسرعة كي أحضر لك الفطور قبل الذهاب إلى المدرسة. هذا ما قالته أم الفتى وهي راقدة في فراش المرض. القماش الأبيض يلف رأسها ويدها ورجلها اليسرى. نحن نحبك يا أخي ونرجوك أن تعود إلى مدرستك، قالت منى وهي تمسك يد أخيها الصغير نادر. سمع جميل أقوالا أخرى من رفاقه وجيرانه وأقربه، لكن الألم كان كبيرا. لم يجد جميل إجابة عن السؤال الذي يتردد دائما في ذهنه، كيف أذهب إلى المدرسة بهذا الوجه المشوه؟ الإجابات كلها تنهار أمام الحقيقة الصادمة. عبارة التشجيع والمواساة كانت كلها تتلاشى أمام الندوب التي انتقلت من وجه جميل إلى قلبه الصغير. مع ذلك لم يتسرب اليأس إلى عقل الأب المفجوع بالحادثة الأليمة. إنه عامل بسيط ويعيش مع أسرته في بيت متواضع. كانت الرحلة المفترضة إلى شاطئ البحر مكافأة للأولاد لتفوقهم في دراستهم. أما أسمى أمنياته في الحياة أن يؤمن لأولاده الثلاثة مستقبلا جيدا من خلال تعليمهم، التعليم الذي حرم منه بسبب الظروف المادية الصعبة أيام طفولته. هذا هو السبب الأساس في إصرار الأب على عودة جميل إلى المدرسة. قال الأب مخاطبا ابنه اليافع: لست الوحيد الذي أصيب بحرق عميق، أرجوك يا بني لا تجعل من هذه الندوب سدا أمام حياتك. ينتظرك الكثير كي تحققه لنفسك ولي ولأمك الراقدة في فراشها. لم يجب جميل بأي كلمة، وانهمرت الدموع من عينيه وانطلق راكدا إلى سرير أمه. قبل يديها ودفن رأسه في حضنها. تهاطلت دموع الأم تأثرا بدموع ابنها. لم يتحمل الأب هذا المشهد الحزين وبكى أيضا، ثم ارتفع صوت الأم: أرجوك يا جميل ساهم في علاجي، أعطي أباك وتابع دراستك. كانت هذه الكلمات مفتاح عودة جميل إلى مدرسته. كان اليوم الأول رهيبا. اخترقت نظرات الطلاب المشفقة قلب الفتى الحزين. معظم الطلاب يحبون جميل لكنهم يشفقون عليه. هذا الشعور هو ما أزعج جميل، شعور الشفقة والحسرة على وجهه الذي أصابه التشوه من دون قصد. يركز الطلاب نظرهم على الندوب الكبيرة التي شوهت وجه زميله. يتحدثون معه بلطف لكنه يشعر بنظرتهم إلى وجهه ويده. صرح جميل صديقه وعارف بهذا الشعور المؤلم، فهو عارف الأمر عليه وقال: ستمر الأيام وستعتاد على كل شيء من جديد. لا يمكننا محاسبة الناس على نظراتهم، كن متفائلا. البعض لم يكونوا مهذبين، سامر أحد هؤلاء، قال ذات مرة: يا له من وجه مخيف، سيعيش طوال عمره مشوه الوجه. انظر إلى يده اليمنى مسكين، سيذكر الحادثة كلما أكل أو كتب. نشبت مشاجرة بين سامر وعارف بسبب هذه العبارة التي سمعها جميل صدفة. جلس عارف، سامر وجميل في غرفة إدارة المدرسة، وتوجه المدير بالسؤال إلى جميل: هل سمعت كلاما مهينا من سامير؟ كلا لم أسمع، لكن عارف يقول إنك كنت قربه عندما تتاجر مع سامير. صحيح كنت قربه، لكنني لم أسمع شيئا، أرجوك أريد الخروج من هنا. حسنا يمكنك ذلك،
أنكر جميل سماعه عبارة سامير لأنه لا يريد أن يسبب ضررا لأحد. هذا ما قاله لعارف بعد خروجه من غرفة الإدارة. لم يفهم عارف السبب الحقيقي في إنكار جميل. السبب الحقيقي هو عدم رغبة جميل بتضخيم المشكلة وتحويل سامير من زميل غير مهذب إلى شبح يطارده في كل مكان، شبح يذكره دائما بمصيبته الكبيرة. يأمل جميل أن يعترف سمير بالخطأ من تلقاء نفسه. طوال أيام الدراسة يشعر سمير بالغيرة من جميل، إنه ينافسه في المجالات كلها ودائما يشغل المركز الثاني في ترتيب المتفوقين على الرغم من غنى عائلته. أثناء المباريات الرياضية تتركز الأنظار على جميل، فهو بارع في تسجيل الأهداف ويسطع نجم جميل في المنافسات العلمية بينما يخبو نجم سامر. سامر عضو في مجموعة أصدقاء جميل على فيسبوك، وتزين الموقع الإلكتروني صوره مساويا باللباس الرياضي، لكن سامر لم يستطع التغلب على شعوره في منافسة جميل في كل شيء، وكان يشعر بشعور جميل بعد الحادثة، الشبح الذي يطارده في كل مكان. جميل أفضل منه دائما بقليل، وعندما وقعت الحادثة استيقظ الشر في نفس الفتى. بعد تشوه وجه جميل ستصبح الفرصة سانحة كي يزيح عن المرتبة الأولى، وهذا كان سر تلفظ سمير بعبارة قاسية أمام جميل. أدرك جميل شعور زميله قبل الحادثة وحاول أن يزيل أسباب الغيرة بطرق عدة، لكنه لم يفلح بذلك. سأل جميل ما حدث بعد خروجه من غرفة الإدارة، فأجاب عارف: أنكر سامير كلماتي واتهمني بالكذب، لكن المدير يعرف أني صادق، لقد صارحني بعد خروج سامير. مر الأسبوع الأول كأنه 100 سنة بالنسبة إلى جميل، وأثرت حادثة سامير كثيرا عليه. يتأمل جميل وجهه المشوه في المرآة، يضع يده على الندوب الكبيرة المنتشرة على خده ويقول: لم تعد جميلا يا جميل، النصف الأيسر من وجهك سليم، لو كان النصف الأيمن مثله. ثم ينتبه إلى يده اليمنى التي انكمش جلدها ويضعها إلى جانب اليد اليسرى ويقول: لو كانت مثل اليد اليسرى. دخل الأب يواسي ابنه المصاب بألم نفسي كبير: لا تحزن يا بني، عليك أن لا تفقد الأمل، كن أكثر شجاعة في مواجهة هذه المهنة، أحمل لك خبرا مفرحا. مسح جميل دموعه وقال: خبر مفرح؟ ما هو؟ كما تعلم إن حالتنا المادية لا تسمح بإجراء عملية تجميل للحرق الذي أصبت به، لكن مدير الجمعية الخيرية اتصل بي اليوم وعرض علي التكفل بمصاريف العملية بالكامل. حقا هل سيعود وجهي إلى حالتي الطبيعية؟ لا أعرف يا جميل، لكنه سيكون أفضل بعد العملية. انتعش جميل بعد سماع هذا الخبر المفرح الذي أعطاه دفعة من الأمل في استعادة بريق وجهه. استمر البحث لمدة أسبوعين عن المستشفى يقبل إجراء العملية التجميلية لوجه الفتى اليافر ويده اليمنى، وفي نهاية المطاف اتفق مدير الجمعية مع أحد المستشفيات على الترتيبات اللازمة. بعد إجراء التحاليل المخبرية دار حديث ودي بين مدير الجمعية وجميل. قال المدير: أرجو أن تدرك أن وجهك لن يعود إلى حالته الطبيعية بالكامل. كيف؟ لماذا؟ شرح الطبيب لي سبب ذلك: الحرق عميق وقد مضى زمن طويل بحسب علم الطب بعد الإصابة. هل تعني أنه كان يجب إجراء العملية بعد الحادث مباشرة؟ نعم، لكن الأمر ليس سيئا إلى هذا الحد، وجهك ويدك سيتحسنان بشكل ملحوظ بعد العملية، كن متفائلا. صمت جميل من هول المفاجأة وتسرب الياس إلى داخله، فتدخل الأب وقال: كن مؤمنا يا بني، سيكون وجهك أفضل بعد العملية. دخل الطبيب إلى الغرفة وخاطب جميل: هل أنت مستعد أيها البطل؟ فأجاب جميل: نعم، لكن أرجو أن تصارحني أيها الطبيب، هل ستنجح عملية التجميل؟ ابتسم الطبيب وقال: آمل ذلك يا جميل. وهنا طلب الطبيب من أبي جميل أن يوقع على ورقة تبين موافقة الوالدة على إجراء العملية. وقع الأب على الورقة ودخل الإبن إلى غرفة العمليات. بعد العملية زالت نذوب قليلة من وجه جميل ويده، وعاد الفتى المشحون بأمل الشفاء إلى الجلوس أمام المرآة. تأمل وجهه وسالت الدموع من عينيه. كانت الحقيقة الصادمة إنه تحسن بسيط جدا، ما زالت النذوب كبيرة موجودة. اختلطت المشاعر في قلب جميل، ما زال وجهه بشعا قبيحا. وتعالى
صراخه وامتز جمال دموعه الساخنة. ضرب المرآة بيده وتطاير شظايا الزجاج. دخل الأب مسرعا إلى غرفة ابنه، كان الدم يسيل من يد جميل. فحضنه والده المتألم، قال جميل: ما زال وجهي مشوها يا أبي، لم أستفد من العملية هنا. دخلت الأم على عكازيها وسقطت على الأرض فاقدة وهي عندما رأت الدم يسيل من يد ابنها. ترك الأب ابنه ونادى أولاده لمساعدته في إسعاف الأم المنهارة. أسرع جميل مع إخوته وحمل الأم إلى السرير. بعد فترة وجيزة استعادت الأم وعيها وسألت: أين جميل؟ اقترب الفتى من أمه وقال: سامحيني يا أمي أرجوك. لا عليك يا بني، لقد سامحتك، هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير يا أمي، إنه جرح بسيط، أرجوك لا تفعل هذا ثانية يا بني، أعدك لن أفعل هذا مرة أخرى، المهم أن تكوني بخير. هنا قرع جرس الباب. الزائر هو الأستاذ وهيب، إنه مدرس الرياضيات في مدرسة جميل. جلس الأستاذ وهيب في وبهو المنزل مع أبي جميل الذي كان يشبك يديه بقوة، ما يدل على تأثر البالغ بالموقف المحزن. ولاحظ الأستاذ وهيب ذلك فقال: اعذرني يا أبا جميل، هل أتيت في وقت غير مناسب؟ لا لا، الحقيقة أنه هنا. دخل جميل إلى البهو ورحب بأستاذه المفضل الذي لاحظ ضمادة على يد التلميذ اليسرى فأشار إليها واستفسر: ماذا حصل يا جميل؟ جرح بسيط يا أستاذ لا تقلق. شعر الأستاذ وهيب بأنه أمر غير طبيعي يحدث في منزل تلميذه النجيب، فانتصب واقفا واستأذن بالمغادرة، لكن أبا جميل رفض وقال: أرجو أن تبقى يا وهيب، إنك صديق العائلة قبل أن تكون أستاذ جميل، يمكنني أن آتي في وقت آخر. لا لا، أرجوك أن تبقى، حصلت مشكلة صغيرة. في هذه اللحظة وضع جميل يديه على وجهه وأجهش بالبكاء، فاقترب الأستاذ وهيب منه وقال مواسيا: لا تبكي يا جميل. انفجر جميل باكي ونظر إلى الأستاذ قائل: لم تنجح العملية يا أستاذ، ما زال وجهي قبيحا. اهدأ يا جميل وامسح دموعك وانظر إلى أبيك، انظر إلى هذا الرجل الحزين، ساعده ولا تكن حملا ثقيلا عليه، لو كان الأمر بيده لبذل كل ما في وسعك يعود وجهك إلى سابق عاده. لم تنجح العملية التجميلية بالكامل، لكن لا تدعها تؤثر على حياتك وحياة أسرتك، إذا تسرب اليأس إلى نفسك ستفشل في مواجهة الحياة. كن صبورا وشجاعا وحاول أن تعيد البسمة والأمل إلى أمك وأبيك وإخوتك، وحاول أن تعيد البسمة إلينا، نعم إلينا نحن أساتذتك ورفاقك في المدرسة، الكل معرضون لأن يصابوا بحوادث تشبه حادثتك، أن تقف الحياة عند حادثة الحياة تستمر، إن أعظم مبرمج الحاسوب في العالم كان مشلولا، انظر إلي، فقدت رجلي اليسرى لكني لم أيأس، أملك رجلين اصطناعية واستمرت الحياة كما أريد. أثرت كلمة الأستاذ وهيب في جميل فاقترب منه وحضنه قائلا: أشكرك يا أستاذ على كلماتك، هيا امسح دموعك واحضر لنا 3 أكواب من الشاي. ذهب جميل إلى المطبخ وشكر الأب الأستاذ وهيب على موقفه الرائع من ابنه وقال: لقد حطم المرآة بيده عندما تأمل وجهه واكتشف التحسن البسيط نتيجة العملية، كان ينتظر تحسنا أكبر، إن ابنك يملك إرادة قوية، إنما عليكم مساعدته. كيف؟ لقد ضرب المرآة بيده اليسرى لأنه يعرف أن يده اليمنى مصابة، وهذا يعني أنه في قمة غضب، يستطيع التحكم بتصرفاته. عليك مع أفراد أسرتك أن تبذل جهدا مضاعفا في تقوية إرادته ليستمر في ذهابه إلى المدرسة، سنبذل كل ما في وسعنا كي يستمر في دراسته، أعدك يا وهيب. عاد جميل حاملا أكواب الشاي وجلس قرب أستاذه وأبيه بعدما رسخت كلمات الأمل والتشجيع في عقله وقلبه. إنها كلمات نابعة من قلب شخص عانى تقريبا المشكلة نفسها التي يعانيها هو. سار جميل قرب ضفة النار وقال: شكرا لك يا أستاذ وهيب. الأستاذ وهيب شخص اجتماعي وذكي، يحبه الجميع الأساتذة والطلاب. فقد رجله اليسرى عقبا في جار لغم كان مدفونا في أرض زراعية، وساعدته الجمعية الخيرية في تركيب رجال اصطناعية، وتخرج من الجامعة وأصبح مدرسا مشهورا. ذات يوم زار الأستاذ وهيب عائلة جميل حاملا خبرا مفرحا: تأمل هذه الصورة يا جميل، إنه قناع مطاطي شفاف تستطيع ارتداءه كي تخفي الندوب على وجهك. أعرف أنك تنزعج من نظرات الناس إلى وجهك، بواسطة هذه القناع لن يرى الناس الندوب، ما رأيك؟
نظر جميل إلى الصورة وعلت وجهه ابتسامة افتقدها منذ زمن، ثم قال: إنه أمر رائع، هل أنت موافق على ارتداء هذا القناع؟ نعم نعم، ولكن لماذا؟ كيف سأحصل عليه؟ لابد أن ثمنه غالي. سنتدبر الأمر، لا تقلق. يجب أن أرسل الشركة التي تنتج هذا القناع، إنها شركة أجنبية ومقرها في فرنسا. فرنسا؟ نعم في فرنسا، لا منتجات كهذه في بلدنا. غادر الأستاذ وهيب وترك الأسرة في حالة فرح وحزن في آن واحد. الفرح لإمكانية مساعدة جميل في إخفاء تشوه وجهه، والحزن بسبب العجز عن تأمين ثمن هذا القناع. تركهم الأستاذ وهيب في حيرة، كيف يمكنه شراء هذا القناع؟ هل سيساهم في عودة جميل إلى حياته الطبيعية؟ أما جميل فتزاحمت المشاعر في نفسه. ثمن القناع، موقف رفاقه عندما يرتدي القناع، هل سيكون القناع مريحا؟ أفكار كثيرة جالت في عقل الفتى اليافي، لكنه أقنع نفسه أخيرا: سأقبل بأي شيء يخفف من تشوه وجهي. نعم سأرتدي القناع الشفاف، لن يرى الناس النضوب بعد ذلك. بعد عدة أيام عاد الأستاذ وهيب إلى منزل جميل وأخبر الأب وابنه بضرورة الذهاب حالا إلى السفارة الفرنسية. قال: سأشرح لكم كل شيء في الطريق، هيا بنا. لم يعطي الأستاذ وهيب فرصة الكلام للأب وطلب منه إحضار جواز سفره. قال أبو جميل: أنا لا أملك جواز سفر، يجب أن نحصل على جواز السفر بأقصى سرعة. ولكن لماذا؟ هل تعني أنني سأسافر مع جميل إلى فرنسا؟ نعم، وافقت الشركة الفرنسية على تصنيع قناع مطاطي ملائم لوجه جميل، وحددت موعدا لاستقبالك معه. تكلفت الجميع الخير بنفقة السفر كلها وكلفة القناع. عانق الأب الأستاذ وهيب وتساقطت الدموع من عينيه فرحا، وفتحت أبواب الأمل أمام جميل وعانق أستاذه الوفي. بعد برهة قال الأب: إن استصدار جواز السفر يستغرق وقتا طويلا. أمسكه الأستاذ وهيب بيده وقال: لن نضيع الوقت، يجب أن نبدأ إجراءات الحصول على جواز السفر حالا، هيا بنا. بعد فترة حصل الأب على جوازي سفر له ولابنه. ذهب إلى السفارة الفرنسية برفقة الأستاذ وهيب ومدير الجمعية الخيرية، وبدأت جولة أخرى من المراسلات والأوراق كي يحصل الأب وابنه على تأشيرة دخول إلى الأراضي الفرنسية. بعد حين أصبح كل شيء جاهزا، وتم شراء بطاقات السفر إلى فرنسا. بالنسبة إلى جميل، كان كل ما يجري حوله كأنه حلم، حلم يأمل أن يستفيق منه ليعود إلى حياته الطبيعية مرة أخرى. تمنى أن تتغير نظرات الناس إلى وجهه بعد أن يلبس القناع الشفاف. كان يسابق الزمن في ذهنه، تخيل رفاقه وجيرانه وأساتذته، تخيلهم وهم يحملون الورود مهنئين بعودته إليه، تخيلهم وهم يمازحون: ها هو جميل المقنع. لابد أنهم سيفرحون عندما يطل عليهم من دون أن يروا ندوب وجهه. حان يوم السفر، توجهت العائلة إلى المطار برفقة الأستاذ وهيب. قبل جميل أمه وإخوته في صالة المغادرة، ثم ودع أستاذه المفضل. أقلعت الطائرة حاملة معها آمال الفتى وأبيه بالنجاح المحاولة هذه المرة بعد فشل عملية التجميل. هبطت الطائرة في مطار العاصمة باريس، وكان في استقبال جميل وأبيه مندوب الشركة الذي كان يحمل لافتة رسم عليها قناع بالألوان. كانت طريقة لطيفة للتعرف إلى الزبون الجديد. في الطريق إلى مقر الشركة، شاهد جميل معالم المدينة الساحرة قوس النصر، برج إيفل، إنها المدينة الأجنبية الأولى التي تطأها قدماه. وعندما وصل إلى الشركة، استقبله أطباء متخصصون يعملون في مجموعة واحدة. لحسن الحظ، انتدبت الشركة مترجما للتفاهم مع جميل وأبيه، علما أن جميل يتقن بعض الكلمات باللغة الفرنسية. اجتاز جميل مرحلة الفحوصات والتحاليل المخبرية، ثم بدأت مرحلة إجراء القياسات والتجارب على القناع كي يناسب وجه الفتاة المشوه. وفي النهاية حضر الطبيب الرئيسي ووضع القناع أمام جميل. إنها لحظة فاصلة في حياة جميل، لحظة انتظرها طويلا. كان القناع بمثابة الجسر الذي سيعبر به إلى شاطئ الأمان. ابتسم الطبيب وأشار بيده طالبا من جميل أن يلبس القناع. أمسك الفتى الممتلئ أملا القناع ثم لبسه. نظر جميل في المرآة، بدا الأمر غريبا بعض الشيء.
في البداية أخفر قناع الكنذوب الكبيرة في الجزء المشوه، الجهة اليسرى كانت مفتوحة بالكامل، أما تثبيتها فيتم عبر امتداد القناع إلى الخلفي الأذن اليسرى. ضغط القناع على شعر جميل وبدا كأنه حليق الرأس. تأمل جميل وجهه في المرآة وجالت في نفسه مشاعر عديدة وأفكار لا نهاية لها، لكنه أقنع نفسه بارتداء القناع فهو أفضل مشاهدة من وجهه المشوه. ربت الطبيب على كتف جميل وأشار بإبهام يده اليمنى دلالة على ملائمة القناع وجه الفتى اليافع. أمر الأب ابنه وقال: مبروك يا جميل، إنه قناع رائع، هل أنت مرتاح الآن؟ شكرا يا أبي، القناع يضغط قليلا على رأسي، سنعتاد عليه مع مرور الوقت. عند هبوط الطائرة على أرض الوطن كان الأستاذ وهيب أول المستقبلين. ركض جميل وحضن معلمه العزيز وقال: شكرا يا أستاذ، أنت إنسان رائع. قال الأستاذ وهيب ممازحا: مرحبا بالرجل المقنع. ضحك جميل وأجاب: لا بل نصف المقنع. تعالت الضحكات بين مستقبل جميل، وتقدمت أمه من وسط الجميع وزغردت فرحة، ثم حضنت ابنها الغالي. وصل أفراد العائلة البيت الذي تزين فرحا بقدوم الأب وابنه. جلس جميل أمام المرآة وخلع القناع ثم لبسه، كرر الأمر مرات عدة. هنا دخل الأب والأم والأخوة. قال الأب: لدينا طلب واحد يا جميل، نتمنى منك أن تخلع القناع أثناء وجودك في المنزل معنا. صمت جميل مدهوشا، ثم أضافت لهم: أنت أجمل من دون قناع يا بني، نحن لا نرى نبوغ وجهك، نحن نرى جمال الحب في قلبك. قالت منى: أنا ونادر نحبك يا جميل في حالات كلها، مع قناع ومن دون قناع. هذا جميل من مكانه وخلع قناعه، والتحمت الأسرة في كتلة واحدة، واختلطت مشاعر شاعر الحب والفرح والحزن. وهكذا قرر الجميل أن يخلع القناع في البيت وأن يلبسه خارجه فقط. مضت الأيام واعتاد معارف جميل على منظر القناع، وعاد الفتى إلى ممارسة هواياته المتعددة ما عدا كرة القدم. الحذر واجب من إصابة ما في وجهه قد تؤثر على جهة المصاب. حضر الأستاذ وهيب ذات يوم وطلب من الجميع أن يرافقه في زيارة مريض في المستشفى. سأل جميل عن المريض لكن الأستاذ وهيب لم يصح عنه وقال: ستعرف عندما تصل إلى المستشفى. عندما وصل قال الأستاذ وهيب: هل تريد أن تعرف الشخص الذي نزوره؟ طبعا طبعا، إنه سامر زميلك في المدرسة. دهش جميل لدى سماع اسم المريض وقال: سامر؟ نعم سامر، لقد أصيب بكسر في قدمه، ورأيت أنه من الواجب أن تزوره كي تزول الحساسية بينكما. أنا أتمنى له الخير دائما، ولكن ماذا؟ قد يشعر سامر بالحرج مني. لا لا، سيسعد بقدومك، أنا متأكد من ذلك. هيا دخل. دخل جميل مع أستاذه إلى غرفة سامر الذي كان مستلقيا في السرير. وضع الأستاذ وهيب يده على كتف جميل وقال: سلامتك يا سمير، نتمنى لك الشفاء العاجل. قال سامر: شكرا لك يا أستاذ. شكرا يا جميل، أرجو أن تسامحنا على الموقف المزعج الذي تسببت به لك. قال جميل: لا عليك يا صديقي، لقد سامحتك حين ذاك. قال سامر: أود أن أطلب منك أن تخلع هذا القناع يا جميل، لا يمكن لشخص مثلك أن لا يملك وجها ناصعا، أرجوك. هنا شعر جميل أن جبلا أزيل على قلبها، هو سامر أشد الذي يخشى جميل نظراتهم يطلب منه أن يخلع قناعه. نظر جميل الأستاذ وهيب صامتا، فهومأ له الأستاذ بالموافقة على طلب صديقه. خلع الفتى المنتعش بكلام كالبلسم قناعه الشفاف، نظر إلى سامر. قال سامر: الآن اقترب مني، هيا أريد أن أقبل خدك الأيمن. اقترب جميل من سامر الذي طبع قبلة على خد صديقه وقال: قد تعلمت منك الكثير يا صديقي. سار جميل نحو النهر، ولما وصل أمسك القناع بيده، ثم التقط مجموعة من الحصى المبعثرة على الضفة ورمى إحداها على صفحة الماء. سقطت الحصوة في النار، فانتشرت تموج دائرية متلاحقة شوه سطح الماء. مرت لحظات واختفت الدوائر وعادت المياه صافية. فكر جميل: كم تشبه هذه الدوائر وجهي، تشوه سطح الماء ثم تختفي. هكذا هي حياتي، هكذا هي حياة الجميع، أوقات سعيدة وأخرى حزينة. لن أرمي هذا القناع، لن أتخلى عنه، إنه رفيقي الآن، سأرى وجهي صافيا من خلاله. غاصت الشمس في ماء النار وارتدى جميل قناعه
وأشرقت شمس أخرى في حياة الفتى اليافع. قصة الشاطر حسن أميرا. كان يما كان في قديم الزمان رجل اسمه فارس، كان يعيش مع زوجته جوهرة في غابة مليئة بالأشجار تعشش فيها العصافير والطيور بألوانها الزاهية وأشكالها المتنوعة. كانت الغابة عبارة عن هضاب ومرتفعات وأودية، وكانت المسالك إلى قمم الجبال متعرجة تضيق حينا وتتسع أحيانا. وما زاد في جمال هذه الغابة بحيرة صافية المياه يصب فيها نهر ينطلق من نبع فوار. كان فارس وزوجته يقطنان بيتا عمراه من جذوع الأشجار، وحوله حديقة واسعة زرعت بأنواع الخضار كافة. وإلى جانب البيت أقام فارس حظيرة للحيوانات والطيور الداجنة. كان فارس وجوهر ابن في مقتبل العمر اسمه حسن. كان حسن قوي البنية ممشوق القامة، يتمتع بذكاء حاد وطاقة على تحمل المشاق، غير أنه كان يجهل القراءة والكتابة لأنه لم يذهب يوما إلى المدرسة، وعاش وعيدا مع والديه بعيدا عن الناس ومجتمع المدينة. كان حسن يساعد والده في قطع الأشجار والأغصان اليابسة وجعلها حطبا صالحا للوقود، كما كان يهتم بإطعام البقرة والخراف والحمار والدواجن وقطف الخضار، ولم يتأخر أبدا عن مساعدة والدته في أعمالها المنزلية، فكان الأبوين سعيدين بهذا الابن البار. المدينة السلطاني. المدينة التي كان يزورها فارس مرة كل أسبوع بعيدة مسيرة ساعة، وهي ممتدة على طول الساحل وتشكل مع الغابة جزيرة جميلة. فإذا نظرت إلى الساحل المتعرج بخلجانه رأيت عددا من المراكب الشراعية والتجارية التي تشكل أسطول الصيادين، ذلك أن موارد الرزق في تلك المدينة كانت ترتكز على صيد الأسماك واللؤلؤ الأسود غالي الثمن، إضافة إلى اللؤلؤ الأبيض الثمين أيضا والمرجان والحجارة الكريمة التي تصلح لصياغة الخواتم والأساور والعقود. وكان فيها منجم للألماس في كهوف متصلة عند أقدام الجبل الوحيد الذي يطل على الغابة والبحر في آن واحد. كان في المدينة قصر رائع البنيان شيد بحجارة صخرية منحوتة ورائعة التجانس من الخارج، أما الداخل فكان مقسما إلى غرف وباحات ومجالس تتسع لعدد من الزائرين والوافدين إليه. كان يقيم في هذا القصر السلطان عادل وزوجته وابنته. كانت الزوجة هند تهتم بشؤونه الداخلية، أما الأميرة جمانة فكانت رائعة الجمال وذكية، وكانت تواظب صباح كل يوم على القراءة والكتابة والرسم وتعلم العزف على الجيتارة والمزمار والكمان بإشراف مدرسين ذوي خبرة عالية في هذه الحقول. كان السلطان عادل حريصا على راحة شابه، غير أن الأمور لم تكن دائما على هذا النحو من الجودة، ذلك أن الوزير القائم مباشرة على شؤون الحكم ورعاية الناس لم يكن ذا سريرة طيبة، وكان أقرب إلى الفساد منه إلى الصلاح، فحب المال والجشع أعميا بصيرته، وتشوقه للتسلط لم يكن له حد. كان على صياد اللؤلؤ والمرجان وعمال منجم الألماس أن يسلموه نصف إنتاجهم ليسمح لهم بممارسة أعمالهم، ولم يجرؤ أحد منهم أن يقدم شكوى إلى السلطان مخافة بطش الوزير وحقده، ذلك أن حراس المدينة كانوا بإمرته وقد اتخذ له من القادة وسيلة للتحكم بجميع الأمور بعدما كان يغدق عليهم أمواله كثيرة. كان للوزير زوجة أكثر جشعا منه،
إذ ملأت خزائنها بأكبر اللآلئ وأجمل الجواهر، ولديه أيضا ابن وحيد اسمه سلمان، يتصرف مع أقربائه بتكبر وازدراء، مستغلا مكانة والده والسلطة التي يمارسها. وسلمان هذا فارس ماهر متعلم، ويجيد لغات عدة، كما أنه يجيد السباحة والصيد، وكان قوي البنية أيضا، غير أن ذلك لم يجعل منه إنسانا محبوبا أو مقبولا من أطرابه ومعارفه والناس. الشاطر حسن في المدينة. كانت السماء صافية صباح ذلك اليوم حين استفاق فارس على وجع أليم في معدته ودوار في رأسه، وكان قد جمع الحطب مساء استعدادا للانطلاق صباح ذلك اليوم، ولم يقوى على مغادرة فراشه، فسأل ابنه حسن إذا كان قادرا على السفر وحده للقيام بمهمة البيع والشراء. فقال حسن يمكنك الاعتماد علي يا أبي، فالمهمة سهلة، غير أنني أستأذنك بالتأخر في العودة. في يوم الجمعة يأتي أسطول من السفن إلى الميناء، ويقام سباق الخيول في الميدان، ولم يتسنى لي حتى الآن مشاهدة ذلك. فقال فارس اذهب يا بني، وكن شديد الحذر لتعود سالما. سبق للشاطر حسن أن زار مدينة السلطان مرات عدة برفقة والده، الذي عرفه إلى أصدقائه التجار الذين يبيعهم الحطب ويشتري منهم حاجيات بيته، غير أن هذه المرة كان الشاطر حسن وحده مع حماره المحمل بالحطب، وكان عليه أن يبيع حمولة الحمار ويشتري ما أوصاه به والده ووالدته. وصل حسن إلى المدينة وباع الحطب واشترى كل ما طلبه والده، وجعل مشترياته مصرة واحدة تبثها على ظهر حماره، ثم أوكل أمر رعاية الحمار لصاحب الخان مراد، وهو من أصدقاء والده. انطلق حسن إلى الميناء وتبقى معه قليل من المال بعد البيع والشراء في جيبه. مر أمام مكتبة فرأى في واجهتها مجلات ملونة، وفي الداخل رفوفا مليئة بالكتب، فتألم لجهله القراءة والكتابة، وتمنى لو أنه ذهب سابقا إلى المدرسة وتعلم كباقي الفتيان، لكن ما فات قد فات. ثم تابع سيره إلى ميدان السباق، فرأى جمهرة من الناس يجلسون على مدرج طويل، فجلس قرب أحدهم، كان ينتظر إطلالة الخيول المتسابقة، وما هي إلا برهة وجيزة حتى تقدمت الجياد تعدو بسرعة كبيرة، كان مشهدا يأخذ القلوب. خفق قلب حسن وشعر بدقات قلبه تزداد سرعة كلما اقتربت الخيول من خط النهاية، وتخيل نفسه يمتطي جوادا. بعد لحظات قطع التصفيق الحاد تخيلات حسن الذي راح هو الآخر يصفق ويهتف. الشاطر حسن وملكة الجبل. عاد حسن إلى البيت وأخبر والده عن تفاصيل سفره إلى المدينة، ولم ينسى تحيات صاحب الخان وباقي التجار الذين زارهم عموما. وبعد العشاء قصد حسن سريره بعدما تمنى لوالديه ليلة سعيدة، غير أنه لم يستطع النوم سريعا لأنه تذكر عدم معرفته القراءة والكتابة، وأنه ليس فارسا يروض الجياد وينطلق بها سريعا في ميدان السباق، وراح يتخيل أنه تخطى كل ما ينقصه إلى أن أغلبه التعب والنعاس، فاستسلم لنوم عميق وطويل ولم يفق منه إلا والشمس قد تقدمت أشواطا في كبد السماء. نهض حسن من فراشه وغسل وجهه وارتدى ثيابه، وكانت المرة الوحيدة التي يتناول فيها وجبة الطعام متأخرا من دون والديه. بعدما أنهى طعامه استأذن والديه ليقوم بجولته المعتادة في الغابة. توجه حسن هذه المرة نحو الجبل الموصوف بوعورة الطريق إليه وبالنتوءات الصخرية البارزة والكهف الغامض. حاول حسن مرارا أن يتسلق هذا الجبل، لكنه لم يستطع في كل محاولاته أن يصل إلى الكهف.
سار حسن باتجاه الجبل وجد في سيره حتى بلغه قبل أن ينتصف النهار، ونظر ناحية المغارة بتحد كبير وقرر أن يصل إلى مدخلها مهما كلف الأمر. بدأ بالتسلق السهل حتى منتصف الطريق، ثم بدأت الصعوبة تزداد شيئا فشيئا، فأصبح الجبل كالحائط، غير أن الثقوب والنتوءات فيه كانت تساعد حسن في التمسك بها ليرتفع خطوة بعد خطوة، وكان كلما أحس بوهن في ساعديه ارتاح قليلا قبل أن يعاود الصعود. أخيرا بلغ حسن الكهف فجلس عند مدخله المعتم وراح يتخيل ما يمكن أن يجده في الداخل. وفيما هو سارح في تخيلاته خرجت من الظلمة عجوز تتكئ على عصا وتسيطر ببطء شديد، وقد أرخت شعرها الأبيض حتى منتصف ظهرها وبدأ وجهها مجعدا، غير أن البريق لم يفارق عينيها وكان في يدها إبريق لا ماء فيه. وقالت لحسن: ماذا جئت تفعل هنا في مملكتي؟ أجابها حسن مرعوبا: لم أقصد إزعاجك يا خالة، إنما أردت أن أعرف ما في هذا الكهف. ثم نظر إلى الأرض خجلا، ولو أنه بقي ينظر في وجهها لكان لمح ابتسامة سريعة على شفتيها وبريقا ودودا في عينيها. قالت العجوز: حسنا، خذ الإبريق واذهب إلى النبع الفوار واملأه، ثم عد به قبل غياب الشمس. أخذ حسن الإبريق وقال: حسنا، سأقوم بذلك بكل طيبة خاطر يا خالة. ثم انطلق منحدرا، وما هي إلا دقائق حتى كان عند أسفل الجبل. تحفحص حسن الإبريق فلم يستطع أن يعرف من أي مادة مصنوع، كان شفافا للغاية لكنه ليس من الزجاج، وقاسيا وصلبا لكنه ليس من الحديد. المهم أن يصل إلى النبع الفوار ويملأ الإبريق ويعود به إلى المرأة قبل غياب الشمس. من هي المرأة العجوز تلك؟ وماذا تفعل وحيدة في هذا الكهف؟ كيف تعيش؟ ومن أين تأكل وتشرب؟ كل هذه التساؤلات كانت تمر في بال حسن وهو في طريقه إلى النبع. بعد ساعتين من السير المتواصل وصل الشاطر حسن إلى النبع الفوار، فملأ الإبريق وقفل راجعا ناحية الكهف. وعندما وصل خرجت العجوز لملاقاته، وأخذت الإبريق من يديه وقربته من فمها وشربت جرعة، ثم وضعته جانبا وقالت: هذا ماء النبع الفوار فعلا، أحسنت يا حسن. هتف حسن: كيف عرفت اسمي؟ قالت العجوز: أنا ملكة الجبل وأعرف كل شيء عن الناس والحيوان والمناخ والعلوم والفنون والصحة، ولي قدرة على تقريب البعيد وإبعاد القريب وتحويل الأشياء إلى أشياء أخرى. ثم خلعت من أصبعها خاتما وقالت لحسن: مد يدك يا حسن. ففعل فأودعت خاتمها ثبابة يده اليمنى وقالت له: بهذا الخاتم تستطيع أن تأمر سبعة من فرساني، انتدبتهم خصيصا لمساعدة من أراه جديرا بالمساعدة. عندما تفرك هذا الخاتم تنادي أي من الفرسان فيحضر فورا أمامك مستعدا لتنفيذ أوامرك، ولا أحد سواك يستطيع أن يراه. اختارت ملكة الجبل من فرسانها سبعة لخدمة الشاطر حسن، وهم فارس الصحة والقوة البدنية، فارس العلوم والمعارف واللغات، فارس الفنون الجميلة وثقافة الشعوب، فارس الأحوال الجوية، فارس التموين، فارس الحيوانات، وفارس المعلومات. كان على هؤلاء الفرسان أن يبقوا في خدمة الشاطر حسن حتى يبلغ مرحلة الشباب ويشتد عوده ويتقن تدبير أموره. سأل الشاطر حسن ملكة الجبل عن هذا الكرم السخي ولماذا تخصه به، وكل ما فعله أنه ذهب إلى النبع الفوار وعاد بإبريقها ملآن. فأجابته: ليس هذا هو السبب فقط يا حسن، إن فرساني كانوا يرافقونك في كل خطوة تخطوها، وأنا أعرف كل شيء عن سيرتك، فأنت ذو قلب طيب وبار بوالديك، صادق مع الناس ونشيط ورؤوف بالحيوانات، حتى أنك عندما تجمع الحطب لا تقطع الأشجار الخضراء، إنما تزيل الأغصان اليابسة والميتة لترشط الغابة العملاقة، وأنت لا تنام قبل أن تؤمن الطعام والمياه للبقرة والكلبة والخراف والدجاج. وقد أجمع فرساني على أنك فتى مميز وأنك الأفضل بين أقرانك. ودع حسن ملكة الجبل بعدما شكرها ونزل إلى سفح الجبل وراح يهرول حتى وصل إلى بيت مساء.
الشاطر حسن والفرسان السبع. وجد الشاطر حسن والديه بانتظاره على العشاء، فسأله والده عن سبب تأخره فقال: الشاطر حسن إنه توغل في الغابة واكتشف الطريق إلى الكهف في الجبل، وأخبره بكل ما جرى بينه وبين العجوز. دهش والده حسن مما سمعاه، وكانت دهشتهما أكبر عندما شاهد الخاتم البراق. ثم قال فارس لابنه: إياك يا ولدي أن تخبر أحدا بما جرى معك حتى رفاقك الذين تثق بهم. تريت جدا قبل أن تبوح بسرك هذا لهم. نام الشاطر حسن سريعا بسبب التعب والإرهاق. في الصباح الباكر استيقظ وخرج إلى الحديقة، ثم صعد إلى عرزاله في شجرة عملاقة قبالة الحظيرة، وراح يتأمل الخاتم، ثم فركه وبدأوا يستدعي الفرسان الواحدة والآخر. ولما حضروا كلهم أحاطوا به وأشاروا إليه بأن يطلب ما يريد. كان الفرسان السبعة بالطول نفسه، ويصعب التفريق بينهم، غير أنهم كانوا يرتدون أثوابا طويلة تمتد من الكتفين إلى الأقدام، وكل ثوب بلون. سر الشاطر حسن بوجود الفرسان حوله وقال لهم: لقد استدعيتكم لأتعرف إليكم في البداية، ولا مطالب لي الآن، فأنا لا أعرف بعد ما الذي أحتاج إليه بشكل أولوي، ربما نبدأ غدا. نزل الشاطر حسن من عرزاله بعدما تعرف إلى الفرسان السبع وصرفهم، وحين وطأت قدمه الأرض أحس بسعادة لا توصف، ارتسمت على شفتيه ابتسامة عريضة، وبدأ بأعماله اليومية من جمع الحطب اليابس وإطعام الحيوانات وتنظيف الحظيرة وري المزروعات وغير ذلك من الأمور. تولت الأيام وتتابعت السنون، وفي كل يوم كان الشاطر حسن يجري لقاءات منظمة مع الفرسان السبع الذين كانوا يعلمونه ويثقفونه ويعتنون بجسده ويدربونه على العزف والعدو والسباحة والفروسية. وكان الشاطر حسن يشعر كل يوم أنه ازداد معرفة وعلما وقوة. بعد سنوات قليلة أصبح حسن شابا مديد القامة بهي الطلعة مفتون العضلات، يجيد القراءة والكتابة بسبع لغات، ويجتاز المسافات طويلة سباحة من دون تعب أو كلب. كما أصبح فارسا مغوارا يجيد ركوب الفرس وترويضها. مكر الوزير. كان سلمان ابن الوزير ينمو بدوره ويقصو عوده وتزداد مهارته في ركوب الخيل وفي الصيد، لكنه لم يبدل من خصاله السيئة أو يخفف من غروره، وازداد خوف الناس منه، لا سيما أنه كان يأمرهم باسم والده الوزير ويأخذ منهم نصف ما يجنونه من لؤلؤ وعقيق وألماس. ولم يكن ينجو من هذه الخوة سوى التجار الصغار والعمال والفلاحين. راودت الوزير أفكارا شريرة، وفكر طويلا كيف يتمكن من عزل السلطان والاستيلاء على الحكم، غير أنه تخوف من الإقدام على هذا العمل الطائش. فقصر السلطان قلعة محصنة لا يمكن الاستيلاء عليها، لأن الحراس فيها وقادتهم على ولاء مطلق للسلطان، وهم أشداء وبواسل ويستطيعون دحر أي جيش بعددهم أو أكثر منهم قليلا. فهذا الواقع جعل الوزير يفكر بطريقة أخرى تكون أسلم وأضمن للنجاح. ماذا لو استطاع أن يزوج ابنه سلمان من الأميرة جمانة بنت السلطان؟ وأجيب الوزير بهذه الفكرة الماكرة: فهذا الأمر يضمن انتقال السلطة إلى ولده بعد وفاة السلطان الذي بدأ يهرم ويشيخ. فقرر العمل على تنفيذها بدقة وحكمة. لذا استدعى الوزير ابنه سلمان وأسر إليه بالأمر، وقال له: عليك أن تتقرب إلى الأميرة جمانة وتتصرف معها بكياسة ولباقة حتى تفوز بقلبها وتقبل بك زوجا لها، فتضمن مستقبلا يبشر بكل الخير لك ولأبنائك من بعدك. راقت الفكرة لسلمان، لا سيما أنه كان مأخوذا بجمال الأميرة جمانة وأناثتها وورقتها. كان السلطان حريصا على إقامة حفل راقص في مناسبات عدة، يدعو إليه الوزير وزوجته وقاضي القضاة ورئيس حرسه والقادة ورئيس بلدية المدينة وكبار التجار ومعلمي المدارس ونسائهم جميعا وأولادهم الذين تعدوا سن 18 من العمر. كانت المناسبات عديدة، فهناك أعياد رأس السنة، الربيع، القطاف، وميلاد زوجته وميلاد الأميرة جمانة. في هذه المناسبات كلها
يكون سلمان أول الواصلين إلى القصر مع والديه، يحمل باقة رائعة من الورد ويقدمها للأميرة فور ملاقاتها، وكان يحرص على أن تكون الرقصة الأولى للأميرة معه. لم تكن جمانة قاسية مع سلمان، فطبيعتها المرنة وخلقها الرفيع كان يدفعانها للمساير والابتسام تهديب، ما جعل سلمان يخمن أنها واقعة في غرامه، لكنها في الواقع كانت تكره غروره وتكبره، إلا أنها كانت دائمة أسيرة حسن الضيافة، وإذا كان سلمان ينفرها منه إلا أن قلبها لم يمل إلى أحد من الشبان الآخرين، على الرغم من أن بعضهم كانوا يتمتعون بالظرافة والعلم والكياسة، وكانت تجد فيهم الأصدقاء ولم تجد فيهم حبيبا. في الاحتفال قال الوزير للسلطان: يا مولاي، لقد أصبحت الأميرة جمانة في سن الزواج، فدعها تختار عريسها من بين خطيبها وهم كثر، فليكن الفارس الأمهر وصاحب القوة البدنية المميزة وأفضل من رمى سهما وأصاب هدفا وأكثر الجميع علما وثقافة عريسة للأميرة. تبسم السلطان إذ خمن فورا أن الوزير إنما يقصد ابنه سلمان دون سواه، وقال: حسنا أيها الوزير، سأفكر بالأمر مليا وأرى ماذا أفعل لتكون ابنتي سعيدة في زواجها. السباق الكبير. كان يوم الجمعة الأول من نيسان مخصصا لتنظيم سباق الخيل، إذ يقدم السلطان بنفسه كأس الفروسية للفارس، ويقلد الجواد الوسام السلطان إضافة إلى جائزة مالية قيمة. وكان السلطان يصطحب معه زوجته وابنته جمانة إلى هذا السباق. كان الشاطر حسن في عرزاله في مثل هذه الساعة من كل يوم يقرأ في المجلات التي سبق أن ابتاعها من المدينة، فشعر أن الخاتم بدأ يشد على إصبعه، وهذه إشارة إلى أن أحد الفرسان السبع قد حضر، وما هي إلا لحظة حتى رأى الفارس المعلومات منتصبا أمامه كالمارد، قائلا: عندي لك خبر هام يا حسن، اليوم والآن بالضبط ينظم السباق الكبير في مدينة السلطان، فإذا حضرته كنت سعيدا بما تشاهد، وإنها لفرصة لا تفوت. قال الشاطر حسن: وكيف أصل قبل بداية السباق والمسافة طويلة بين عرزالي هذا والمدينة؟ لا تهتم لهذه المسألة، قال فارس المعلومات، ثم أخرج ما يشبه البساط بألف لون وقال له: سيأخذك هذا البساط بلمح البصر إلى ميدان السباق، ولن يستطيع أحد أن يراك. صعد الشاطر حسن إلى البساط الذي ارتفع في السماء وانطلق باتجاه المدينة بسرعة البرق، ثم فتح عينيه فوجد نفسه بين جمهور المشاهدين في وسط ميدان السباق، فجلس ينتظر انطلاق السباق. كانت الخيول تصطف استعدادا للانطلاق، وكان السلطان وزوجته الأميرة جمانة جالسين على مقاعد وثيرة قماشها من الديباج، وكان الحراس واقفين وراءهم عند مداخل المدرج. نظر الشاطر حسن ناحية السلطان فرأى رجلا جليلا طويل القامة ممشوق القد يوحي بالاحترام، ثم نظر إلى زوجة السلطان فرأى سيدة جميلة ترتدي ثوبا أسود مرصعا بأحجار كريمة تلمع كلما تحرك ويسقط عليها ضوء الشمس. وعندما لمحت عيناه الأميرة جمانة أحس بخفقان قلبه يتسارع. يا ما هذا الجمال الرائع، لم يشعر الشاطر حسن في حياته كلها بمثل هذا الشعور، فترك مقعده وتوجه ناحية مدرج السلطان لعله يرى الأميرة عن كثب، أو لعلها تلمحه وتحس بوجوده. وعندما وصل راح يتطلع إليها كالمسحور، وفجأة وقع نظرها عليه فابتسم لها، فردت له الابتسامة بابتسامة أعذب، عاد قلبه إلى الخفقان المتسارع ورفع يده محييها، فردت له التحية بمثلها. أسعد هذا الأمر الشاطر حسن فوق ما كان يتصور، وعاد إلى مقعده، ذلك أن السباق كان قد بدأ وانطلقت الجياد وكل فارس يمني النفس بالفوز. كان سلمان أحد المتسابقين، وكان يمتطي جوادا أصيلا أسود كأنه قطعة من الليل الدامس، وله غرة بيضاء. اجازت الجياد الدورة الأولى قبل أن تجد في الدورتان الثانية والأخيرة لبلوغ خط الوصول، غير أن سلمان وهو الفارس المحنك بقي ممسكا بلجام حصانه ليبقى في وسط ويوفر جهده وقواه قبل خط الوصول. وهكذا أصبح سلمان في طليعة المتسابقين وفاز بالسباق، فحصل على كأس الفروسية والمكافأة المالية، وقلد جواده وسام السلطان. عندما تسلم سلمان
الكأس أحنى رأسه أمام السلطان وابتسم للأمير، فردت له الابتسامة تهذيبا ما زاد من قناعته بأنها مغرمة به. مشى الشاطر حسن باتجاه حفل بعيد عن عمران، وفرك خاتمه من جديد مستدعي فارس المعلومات الذي حضر فورا، فأمره حسن أن يعيد إلى بيته ولما استقر في العرزال غفى حسن غارقا في أحلام جميلة. خطوبة الأميرة جمانة. استدعى السلطان كبير القضاة وحكماء البلاط وجلسوا حوله بانتظار ما يمكن أن يدلي به أمامه. لابد أن يكون الأمر هاما جدا، ذلك أن دعوة هؤلاء الخاصة من قبل السلطان لا تكون إلا من أجل المشورة حول أمور هامة تتعلق بالحكم وإدارة المدينة، غير أن السلطان فاجأهم هذه المرة بطرح موضوع من طبيعة مختلفة. قال السلطان: إن الأميرة جمانة قد بلغت سن الزواج، وأتطلع إلى أن أراها في كنف زوج يسعدها، قد أشار علي وزيري بذلك وأخذت برأيه، فماذا ترون وكيف أختار لها الزوج المناسب؟ قال كبير القضاة: أرى أن يكون الزوج السعيد شابا بين 20 و25 من العمر، وهذا العمر المناسب لابنة 18 ربيعا، ولابد أن يكون فارسا مميزا وذا ثقافة عالية ويحسن القراءة والكتابة بثلاث لغات على الأقل، ومن المفيد جدا أن يكون قوي البنية ومن الرماة المهرة. وقال أحد الحكماء: إنما أدلى به قاضي القضاة هام جدا، إلا أنني أرى أن يكون الزوج العتيد خلوقا ومتواضعا وحبوبا من أهالي المدينة، كي يكون مؤهلا للحكم بعد طول عمرك يا مولاي السلطان. وتساءل حكيم آخر: هل للأميرة رأي في ذلك؟ ثم تداول الجميع في شتى التفاصيل ومختلف الأوجه الحلول، وتم الرأي على أن تشكل لجنة من قاضي القضاة وحكيمين هما الأوسع علما والأخبر في شؤون الحياة وحسن التصرف، وتكون مهمة اللجنة إجراء اختبار للمتقدمين لخطبة الأميرة. وقرروا جميعا أن تكون مواد الاختبار ثلاثة: الفروسية، الرماية، والثقافة العامة. كان في مدينة السلطان 19 شابا تنطبق عليهم هذه الأوصاف بشكل من الأشكال، وكان أوفرهم حظا بالفوز سلمان ابن الوزير. بعد أيام استدعى السلطان الأميرة جمانة وأخبرها برغبته في أن يراها عروسا، وشرح لها تفاصيل ما تم الاتفاق عليه قائلا: على كل حال القرار النهائي يعود إليك يا ابنتي، فماذا تقولين؟ نظرت الأميرة جمانة إلى الأرض وقد احمر وجهها خجلا وحيا، ثم رفعت نظرها وتلاقت عيناها بعيني والدها فرأت فيهما حبا كبيرا، فقالت بصوت خافت: لك الأمر يا أبي، وأنا طوع ما تراه مناسبا. فقام السلطان من مقعده وطبع قبلة مليئة بالعطف والحنان على جبين ابنته. عادت الأميرة جمانة إلى غرفتها وقد بدأ القلق يساورها، ماذا لو فاز سلمان على جميع منافسيه؟ ألا تكون حياته عندئذ حياة تعاسة وقلق؟ سلمان المتغطرس سينغض عليها عيشتها. ثم راحت تتخيل أن يتغلب عليه واحد من أبنائه الوجهاء، أي واحد منهم على الرغم من عدم ميلها إلى أحد فعلا. ارتأت الأميرة جمانة فوق سريرها وراحت تنظر إلى سقف الغرفة كأنها تتمنى أن تفتح فيه ثغرة يهبط منها أمير أحلامه، وحملتها ذكرياتها إلى يوم السباق الكبير، وتراءى لها الشاطر حسن وهو يبتسم لها، ثم رأته واقفا يده رافعا يده لها، وشعرت بيدها ترتفع لترد التحية وتودعه بعد السلام عليه. عندما تلاشى هذا الحلم الجميل راحت جمانة تتساءل بصمت: من يكون هذا الشاب؟ فهي لم يسبق لها أن رأته من قبل، وهو ليس ابنا لأحد الأعيان، فهي لم تره يوما في القصر في أي مناسبة أو احتفال، ولم تلتقي به في المدينة أو على الشاطئ أو في أي مكان آخر. أين يعيش وأين يسكن؟ وماذا يفعل في يومه وليله؟ وما هي هواياته وما هي مهاراته؟ ماذا يخبئ هذا الوجه الجميل؟ وعلى ما تنطوي تلك الوسامة وهذه القامة الممشوقة؟
هل هي مدعاة للغرور أم أن هذا الشاب الرائع في مظهره رائع في خلقه وعلمه وتواضعه أيضا؟ هذه الأفكار والهواجس كلها أخذت من الأميرة كل مأخذ، وما هي إلا دقائق حتى أغمضت عينيها في غفوة طفيفة، ثم ازداد نعاسها فراحة تغرق تدريجيا في سبات عظيم. القرصان الشرير. فيما كانت مدينة السلطان تنعم بالدعة والأمان، كانت السواحل البعيدة عرضة للسلب والاعتداء من قبل الفرسان. القرصان. هذا القرصان الشرير كان يملك 3 سفن ضخمة، واختار أكبرها وأكثرها تسلحا لتكون مركز قيادته في غزواته على مدن السواحل وفي تعرضه للسفن المبحرة في عرض البحر. كان القرصان مجرما دائع الصيت اسمه جنيد، وكان قد قضى 10 سنوات في السجن عندما كان في 20 من عمره، بعدما ألقت الشرطة القبض عليه بسبب مشادات جرت بينه وبين بعض الرجال في أحد المقاهي. في السجن تعرف جنيد إلى عدد من السجناء واختار منهم الأكثر إجراما وشراسة ليكونوا أصدقاء المخلصين، وكان يعرف موعد انتهاء مدة السجن كل منهم. لم تمض أيام قليلة بعد خروجه من السجن حتى التحق به عدد كبير منهم، وما هي إلا أيام قليلة حتى اكتمل عقد العصابة من الأشرار، ولم يكن في قلب أحد منهم مكان للرحمة والشفقة والإنسانية. سطت هذه العصابة الشريرة على مخازن الأسلحة والمؤن في كل بلدة وصلوا إليها، ثم استولوا على سفينة كبيرة كانت راسية في ميناء مدينة كبيرة، وراحوا يبحرون بها ويتعرضون لمدن السواحل فيها وللسفن العابرة حتى تكون لديهم أسطول من 3 سفن كبيرة. كان القرصان جنيد يرى بعين واحدة هي اليمنى، أما اليسرى فكانت معصوبة برباط أزرق لأنها أصيبت في إحدى المعارك، وكان يحمل سيفا ذا شفرة حادة، وإذا أصدر أمرا أو تكلم وقعت كلماته في مسامعك الصاعقة لحدة النبرة وقوة الصوت، كما اشتهر باسم القرصان الأزرق لأنه كان يلبس دائما قميصا أزرق اللون. مضت سنوات والقرصان الأزرق يغير على هذا الساحل وذاك وعلى هذه السفينة وتلك، ويعزز مخازن سفنه بالمؤن والدخائر والأسلحة والكنوز التي كان يغنمها. كانت سفينة القيادة مزودة ب11 مدفعا على كل جانب من جانبها، وكان مجال رمايتها الفاعل يزيد على 2 ميل تقريبا، بحيث تستطيع دك أقوى القلاع والأسوار، ولطالما أخضع بعض المدن بعد دك أسوارها التي لم تصمد أمام مدفعيته طويلا. علم القرصان الأزرق بأمر مدينة السلطان عادل وبأنها من أغنى المدن بألماسها ولؤلؤها وعقيقها وحجارتها الكريمة. جلس القرصان الأزرق في غرفة القيادة ومعه خبراء الملاحة من عصابته، وأمامهم خرائط الجزر والسواحل التي تمتد من مكان أسطولهم وصولا إلى مدينة السلطان عادل. وبعد قراءة تلك الخرائط وحساب المسافات وتقدير الظروف المناخية، قدر أن الوصول إلى المدينة لابد أن يستغرق أسبوعا على الأقل. عندئذ أمر القرصان رجاله بتقديم تقرير مفصل عن المؤن والذخائر لمعرفة ما إذا كانت كافية من دون التوقف لتعزيزها بالمزيد، ولما تأكد له أن كل شيء على ما يرام أمر القرصان الأزرق بإبدال الحبال القديمة ودهن السارية وتنظيف فوهات المدافع. وبعبارة موجزة كان على البحارة ألا يهمل أمرا وألا يترك أي شيء للصدف حتى لا تداهمهم أي مفاجأة غير سار. وقف القرصان الأزرق في مقدمة السفينة وأشعل غيلوله ونفخ في الهواء دخانه وصاح إلى مدينة الألماس واللولو، إلى مدينة السلطان عادل. التنافس الكبير. أذيع في مدينة فرمان صادر عن السلطان ضمنه رغبته في تزويج الأميرة جمانة وشروط التقدم لخطبتها، على أن يسجل الراغب في هذه الزواج اسمه في سجل خاص وعد لهذه الغاية، وذلك أمام قاضي القضاة التي كان يشرف على هذا السجل. وجاء في الفرمان أن من يفوز في السباق والرماية والثقافة العامة سيكون هو العريس، فإذا لم يفوز أحد إلا في مسابقة أو 2 أرجئت المباراة إلى السنة المقبلة حيث تجرى في مثل هذا اليوم.
وأعطى الفرمان مهلة أسبوع واحد للراغبين في تسجيل أسمائهم، إذ يرفض كل طلب بعد هذا الموعد. كان أول الحاضرين لتسجيل اسمه سلمان بن الوزير، ولحق به أولاد الأعيان. وفي اليوم الثاني كان السجل يحمل 19 منتسبا، غير أن الأمر كان واضحا وكان على قدر القضاة إبقاء السجل مفتوحا حتى نهاية الأسبوع. في اليوم السادس أحس الشاطر حسن أن خاتمه يضغط على إصبعه، فعلم أن فارس المعلومات يريد أن يخبره بأمر ما، فرك حسن الخاتم فظهر الفارس الذي قال بعد التحية: هناك أسطول من 3 سفن يقوده القرصان الأزرق، يتجه الآن نحو مدينة السلطان ويريد تدمير قصر السلطان والاستيلاء على كنوز المدينة، وربما يصل بعد أسبوع من تاريخ زفاف الأميرة جمان. ولما سأله الشاطر حسن عن تاريخ الزفاف أجاب الفارس: بعد 5 أيام قد تقدم لخطبتها 19 شابا وأوفرهم حظا سلمان بن الوزير، غير أنه شرير ومتعجرف ومتسلط، وهو صورة طبق الأصل عن والده. قال الشاطر حسن: ماذا تقول؟ هات المزيد من المعلومات. بدأ الفارس يخبر الشاطر حسن عن أعمال الوزير الشرير وعما تخزنه زوجته من كنوز، كيف أن الوزير أقنع السلطان بتزويج ابنته ممن تتوفر فيهم بعض الشروط والمهارات الخاصة التي يراها في ابنه، كل ذلك لعجزه عن الاستيلاء عن الحكم بالقوة نظرا إلى مناعة القصر وإخلاص الحراس للسلطان. فإذا تزوج سلمان الأمير جمانا انتقل الحكم إلى ولده ومن بعده إلى ذريته بعد وفاة السلطان. قال الشاطر حسن: ألا يعرف السلطان أن وزيره يسرق شابه؟ وهل الأميرة جمان راضية بالزواج من ابنه الشرير؟ قال الفارس: إن السلطان يظن أن وزيره مخلص له وأنه ينفذ أوامره، ذلك أن أحدا لم يجرؤ على قول الحقيقة أو تقديم شكوى مخافة بطش الوزير. أما الأميرة جمان فإنها تنفر من سلمان ولا تميل إليه إطلاقا، وتعتبر الزواج منه مأساة كبرى، غير أنها كثيرة الخجل والحياء وما اعتادت يوما أن تخالف إرادة والدها السلطان. فإذا ما تم هذا الأمر فإنها ستكون تعيسة طوال حياتها. شرد ذهن الشاطر حسن وبدأت على وجهه أمارات الحزن الشديد، ثم قال: ألا يمكننا إنقاذها من هذه الكارثة؟ وكيف السبيل إلى منع القرصان الأزرق من الاعتداء على مدينة السلطان؟ فأجاب الفارس: فلتستدع أخوتي الفرسان. فرك الشاطر حسن خاتمه من جديد واستدعى باقي الفرسان وأخبرهم بما جرى وطلب منهم مساعدة. فقال أحدهم: اذهب إلى مدينة السلطان وسجل اسمك في عداد من يودون خطبة الأميرة، وهناك داعي الأمر لنا فنحن سنساعده. بلمح البصر صار الشاطر حسن في حديقة قصر السلطان، فتوجه إلى قاضي القضاة وقال له: السلام عليكم يا سيدي، جئت لأسجل اسمي في هذا السجل الكريم. قال قاضي القضاة: ما اسمك يا بني وكم عمرك؟ اسمي حسن وعمري 20 سنة. أجاب الشاطر حسن، فقدم له قاضي القضاة فقال: من ليكتب اسمه وعمره في السجل؟ بعدئذ انصرف الشاطر حسن عائدا إلى عرزاله وبيت أبوه. حل يوم المنافسة، فنادى المنادي معلنا أن الفروسية هي الامتحان الأول. أقبل المتبارون 20 ممتطين جيادهم واصطفوا مستعدين للانطلاق فور رفع الحاجز، وكان عليهم كالعام معتاد أن يكملوا دورتين كاملتين قبل الوصول إلى خط النهاية. كان السلطان وزوجته الأميرة جمانة جالسين في المنصة المذهبة وخلفهم تماما قاضي القضاة، وإلى يمينه ويساره حكماء السباق، وكان الوزير وزوجته في منصة على يمين السلطان، وعلى يساره حكماء المدينة وعلى المدرج الرسميون والموظفون الكبار، وكان حرس السلطان في كل مكان، وقد ارتدوا ثيابا مزركشة مخصصا بالمناسبات الهامة. أما المدرج المقابل فكان مخصصا للشعب من تجار وعمال وفلاحين وصغار الموظفين وعائلاتهم وأولادهم. رفع الحاجز وانطلقت الجياد، وجاء في الطليعة شاب متحمس راح يحط جواده على الإسراع أكثر فأكثر، ووراءه عدد من الفرسان يحذون حذوه. أما سلمان ففضل أن يبقى خلال الدورة الأولى في وسط الخيول، موفرا جهد جواده للدورة الثانية
كما اعتاد أن يفعل. أما الشاطر حسن فقد كان آخر المتسابقين. انتهت الدورة الأولى، وعندما أصبح الشاطر حسن في بداية الدورة الثانية، كان سلمان قد أطلق العنان لجواده فتجاوز الجميع وأصبح في الطالعة، ولم يبقى أمامه سوى مسافة ربع دورة حتى يصل إلى خط النهاية. وبدا اليأس والحزن على وجه الأميرة، ذلك أن أصبحت شبه واثقة من أن سلمان سيكون الفائز في هذا السباق، وهي لا تطيق أن يكون زوجا لها. في هذه اللحظة قفز فارس الحيوانات وجلس وراء الشاطر حسن على ظهر الجواد، ولم يكن مرئيا لأحد، وقال: لا تخف يا حسن، لم ينتهي الأمر بعد. ثم مسح بيدي على ظهر الجواد فبدأ ينهب الأرض نهبا كأنه سهم. بين لحظة وأخرى وصل إلى الخيول وراح يتجاوزها الواحد تلو الآخر، ولم يبقى أمامه إلا حصان سلمان. وبعد لحظات قليلة صار الشاطر حسن بمحاذاة سلمان، ثم تخطاه كلمح البرق وبلغ خط الوصول. جن جنون سلمان من غضب، فيما فرحت الأميرة جمانة بهزيمته، وحين علمت أن الفائز هو ذلك الشاب الذي لم تكن تعرفه والذي حلمت به، شعرت بدقات قلبها تتزايد، وبات سرور واضحا على قسمات وجهها، وعرفت أن اسمه حسن بعدما أعلن قاضي القضاة والحكمان فوزه. انصرف الحكمان وحل محلهما حكمان أخيران خبيران في الرماية. بدأت المباراة، وكانت حصيلة المرحلة الأولى خروج الثلاث متبارين بسبب طيش سهامهم، وأجريت المرحلة الثانية وانتهت بخروج سبعة متبارين. ثم المباراة الثالثة، فلم يبقى سوى سلمان والشاطر حسن. تسمرت عيون السلطان وزوجته الأميرة جمانة عليهما، وكان السلطان قد بدأ يميل إلى هذا الشاب. وقف سلمان مستقيما وأطلق السهم الذي رافقته العيون، ثم بدأت سرعته تخف شيئا فشيئا حتى وصل إلى مشارف الهدف الأخير، فلمس الهدف ووقع على الأرض من دون أن يستقر فيه. وجاء دور الشاطر حسن فأطلق سهمه. هنا سخر فارس الأحوال جوي الرياح وراء السهم لتعطيه زخما كي يصل إلى الهدف، وما هي إلا لحظة حتى استقر السهم في الدائرة السوداء الصغيرة، فعلت أصوات الحضور ابتهاجا وفرحا وتحية وتهليلا لهذا الفوز الثاني. زاد فرح الأميرة جمانة وكذلك ميل السلطان وزوجته نحو هذا الشاب الذي لم يعبر عن فوزه بتعجرف وكبرياء، إنما بفروسية ومروءة. أعلن قاضي القضاة بدء المرحلة الأخيرة من المباراة، كانت في موضوع الثقافة العامة ومعرفة اللغات الحية، غير أن المتنافسين السابقين أعلنوا انسحابهم من المباراة بعدما لم يوفق أحد منهم بالفوز بالفروسية والرماية. وأصر سلمان وحده على متابعة المنافسة ممنيا النفس بالفوز بها فيضمن حظا ثانيا بعد سنة، وهكذا يفوت الفرصة على الشاطر حسن. لذا حصرت المباراة بينهما، وكانت عيون الجميع شاخصة نحوهما تنتظر النتيجة بشوق كبير. طرحت اللجنة أسئلة حول جغرافيا البلدان فأجاب سلمان عليها بشكل صحيح، غير أن الشاطر حسن اعتمد ذكر تفاصيل دقيقة، فإذا سمى سلمان عاصمة إحدى الدول وبين موقع خريطة العالم، أضاف الشاطر حسن على تلك الإجابات الصحيحة سلسلة من المعلومات الدقيقة، إذ كان يذكر أهم المدن وعدد السكان واللغات المتداولة ومصادر ثروتها وغير ذلك من التفاصيل التي لم يكن يولم بها إلا العارف الدارس هذه الموضوعات كافة. بعد الانتهاء من ذلك كان على المتباريين أن يترجم قصيدة صعبة الفهم إلى ثلاث لغات على الأقل، فقدم سلمان ترجمته في غضون ساعة، وفي الوقت نفسه قدم الشاطر حسن ترجمته بسبع لغات. اختلت اللجنة بنفس العدة دقائق، ثم وقف قاضي القضاة ليعلن فوز الشاطر حسن ويسميه عريسا مقبولا من السلطان وزوجته الأميرة جمانة، فعلت الأصوات ابتهاجا بهذا الحدث الكبير. عرس الأميرة. سأل السلطان الشاطر حسن عن والديه وعن حياته، فقال الشاطر حسن: والدي مولاي هم هو الحطاب فارس، يعرفه بعض تجار المدينة، وأنا أعيش معه ومع والدتي في الغابات العملاقة، هناك ولدت وهناك ترعرعت، وقليلا ما كنت أترك كوخنا المتواضع للمجيء إلى المدينة لبيع الحطب وشراء المؤن وبعض الحاجيات. قال السلطان: أخبرني أين تعلمت الفروسية والرماية، ومن أين لك من هذه الثقافة، وأنت لا تأتي إلى المدينة إلا لمامة. فأجاب الشاطر حسن: هذا سري يا مولاي،
أقسمت ألا أبوح به أمام أحد من الناس، وأمل ألا تكرهني على البوح به، ذلك يدمر حياتي. وإذا كان الأمر حائلا دون الزواج بالأميرة جمانة، فإنني أرضخ مرغما ومتألما وتعيسا كل العمر. ابتسم السلطان وقال: يا حسن، الرجل لا يقاس بالمال والحسب والنسب، إنما بالعلم وسمو الأخلاق، وأنت تلك تملك الاثنين، ولست فارضا عليك التخلي عن قسمك وإفشاء سري، فأهلا بك سهرا مكرما في قصري. هذا إذ وافقت شمانة على هذا الزواج، ثم التفت إلى ابنته وسألها: ماذا تقولين لهذا الشاب يا جمانة؟ فتلاثمت الأميرة قليلا ثم تغلبت على حيائها وقالت بصوت هو أقرب إلى الهمس: كنت دائما أنزل عند رغبتك يا والدي، ولن أغير هذه العادة، فما تراه يناسبني دائما. أضيئت في المدينة مصابيح المنازل والشوارع كلها في ذلك المساء، عندما نادى المنادي معلنا عقد قران الشاطر حسن الأميرة جمانة بحضور فارس وزوجته. احتفل الشعب بفرح صاخب وبرقص والغناء، وصدحت موسيقى القصر بأعذب الألحان، وكانت الزهور تمطر على المارة من شرفات المنازل، ووزع القصر الهدايا والألعاب على أطفال المدينة. كل شيء في المدينة كان رائعا، كل الناس كانوا سعداء باستثناء الوزير وزوجته وسلمان الذي حبس نفسه في غرفته. الجرائم والعقاب. استقبل السلطان الشاطر حسن في ديوان السلطنة بناء على طلب هذا الأخير، الذي بادر السلطان بالقول: جئت يا مولاي لأضعك في جو بعض الأمور التي تجري في السلطنة من دون علمك وتضر بسمعة الحكم ومصالح السلطان. قال السلطان: ماذا تقول يا حسن؟ أفصح وهات ما عندك. روى له الشاطر حسن كل ما سمعه من فارس المعلومات حول تصرف وزيره مع صيادي اللؤلؤ وعمال مناجم الألماس، وكيف أن سلمان كان يزاول الابتزاز ذاته مع هؤلاء الناس، وعن أطماع زوجة الوزير واحتواء خزائنها على ثروة من الحجارة الكريمة وانتزعت من دون وجه حق من أصحابها، وفوتت على خزينة السلطان أموالا طائلة. ثم أردف يقول: إن حرس المدينة الذي هم بأمرة الوزير لم يفعلوا شيئا سوى تنفيذ الأوامر التي كانت تصدر، ويعتقدون أن ما يسلم للوزير من أحجار كريمة سيعود إلى خزينة السلطان، باستثناء قادة الحرس وهم ثلاثة فهم متورطون يأخذون الرشا. استدعى السلطان إلى ديوانه قائد حرس قصره، طلب إليه أن يذهب على رأس قوة من الحراس ليداهم منازل المتورطين ويتفتش في مخابئها وخزائنها وكل زاوية فيها عن أحجار كريمة أو مال أو أي أمر مريب، ثم استدعى وزيره والقادة الثلاث. مضت ساعتان والسلطان يتحدث مع الوزير والقادة الثلاث في مواضيع شتى تتعلق بتعزيز الحرس وبحاجة إلى المزيد من العتاد والسلاح كي لا يشكو بأمر استدعائهم معا. وبعد قليل دخل الحاجب يعلن للسلطان أن قائد الحرس القصر ينتظره في الباب. قال السلطان للوزير والقادة الأسرى: انتظروني هنا، سأعود بعد قليل. وأخرج إلى البهو وخرج إلى البهو الكبير وسأل قائد الحرس عن نتيجة استقصائه، فقال: قد وجدنا ثروة كبيرة في بيوت قادة حرس المدينة وأموالا تزيد عن رواتبهم لسنوات، منها ما كان مدسوسا في فراش أو في حنايا الأدراج، ومنها ما كان مطمورا في براميل الطحين والأرز، ومنها ما كان في خزائن الزوجات ومنزل الوزير، إنه متحف للحلي والجواهر الثمينة، وفيه من التحف غالية الثمن والتماثيل المرصعة بالأحجار الكريمة والأتات الفاخرة، ما لم نجد مثيلا لها حتى في قصرك يا مولاي. قال السلطان: أمرك بوضع الوزير ورفاقه قيد الاعتقال ريتما ينظر القضاة في أمرهم. ثم انصرف حزينا متوجها إلى غرفته وهو يتساءل كيف بعض الناس لا يرضيهم شيء وهم دائما فارسة الطمع الذي لا حدود له. بعد استراحة قصيرة عاد السلطان إلى ديوانه واستدعى كبير قضاته ووضعه في أجواء ما حصل، وطلب إليه إجراء محاكمة عادلة للوزير ورفاقه في الجريمة. أجريت المحاكمة بحسب الأصول، وعندما سأل قاضي القضاة المتهمين عما يطلبون أجابوا أنهم يعترفون بالذنب
ويطلبون الرحمة، فحكم القاضي بنفيهم من مدينة السلطان وبعدم السماح بعودتهم إليها هم ونساؤهم وأولادهم. مواجهة القرصان. صعد الشاطر حسن إلى برج القصر ونظر نحو الأفق، فلمح ثلاث سفن بعيدة، فتذكر أن القرصان الأزرق أصبح على وشك الوصول إلى البعد الذي يؤهل لقصف القصر بمدفعيته. فرك الشاطر حسن خاتمه واستدعى فارس الأحوال الجوية الذي حضر سريعا، فأمره الشاطر حسن أن يبلغ مسافة قريبة من أسطول القرصان الأزرق ويحدث عاصفة عاتية تدمر سفنه بمن عليها. توجه الفارس إلى عرض البحر، ثم الشاطر حسن فذهب إلى غرفته واختار كتابا، ثم عاد لملاقاة زوجته في الحديقة. كان سفن القرصان الأزرق قد وصلت إلى بعد ميلين من الشاطئ، فأعطى الأمر لعصابته لإعداد المدافع وحشوها بالبارود والكرات الحديدية تمهيدا لقصف قصر السلطان. فيما كان طاقم المدفعية منهمكا في مهمته، إذ بالغيوم الكثيفة تتجه بسرعة كبيرة لتستقر فوق السفن، ثم هبت رياح قوية وارتفعت الأمواج، فتحطمت السواري وتمزقت الأشرعة وهوت السلالم وتقطعت الحبال، وامتلأت متون السفن بالمياه التي تسربت إلى المخازن وغرف المنامة. وسرعان ما بدأت تلك السفن بالغرق تدريجيا، ولم تمض دقائق معدودة حتى كان البحر قد ابتلعها. وبعد قليل هدأت الرياح وانسحبت الغيوم وصفى الجو واستكان البحر كأن شيئا لم يكن. لم يعرف السلطان والحرس أسباب ما حصل وكيف ولماذا، غير أنه سرعان ما انتشر خبر فارق أسطول القرصان الأزرق، ذلك أن الصيادين شاهدوا وصول السفن على بعد ميلين من الشاطئ وتعرفوا إليها، إلا أن العاصفة الطارئة أغرقتها. الشاطر حسن أميرا. داهم المرض السلطان العادل وعجز الأطباء عن معالجته، وفي ليلة مقمرة أغمض السلطان عينيه وارتاح قلبه في توقف عن الخفقان والسكان. حزن أهالي المدينة أشد الحزن على فراق سلطانهم العادل ورعي شؤونهم وأمورهم، واتشحت المدينة بالسواد حدادا على فراقه، واتنكست الأعلام، وكانت له جنازة لم يغب عنها سوى المرضى والأطفال الصغار، وعزفت الموسيقى والأناشيد الحزن والموت، وكان كل شخص يشعر بأنه فقد أخا رحيما أو أبا رؤوفا. دفن السلطان في مثواه الأخير في حديقة القصر تحت قبة نقش على تاجها العدل أساس الملك، هنا يقود السلطان العادل. وكان دستور البلاد يلخص كيفية انتقال الحكم بعد وفاة السلطان، فالولد البكر صبيا كان أم فتاة هو صاحب الحق باستلام مقاليد الحكم، فإذا كان الوارث صبيا انفرد بالسلطة، وإذا كان الوارث بنتا شارك في الحكم زوجها وتبقى لها كلمة الفصل في كل الأمور، وينتقل الحكم بعد وفاتها إلى البكر من أولادها صبيا كان أم فتاة، وذلك عندما يبلغ ولي العهد سن الرشد على أن يبقى الزوج هو الحاكم الفعلي حتى ذلك الوقت. أعد قاضي القضاة العدة اللازمة لتنصيب الأميرة جوانة في سدة الحكم مع زوجها الشاطر حسن، فاجتمع القضاة والوزيرة وقادة الحرس والأعيان وكبار موظفي السلطنة في البهو الكبير في قصر السلطان، وأطل قاضي القضاة على الجماهير المحتشدة في باحة القصر الفسيحة، وأعلن على الملأ أن المجلس الدستوري كرس الأميرة جمانة حاكمة البلاد، وأصبحت الآن السلطانة جمانة، وأن زوجها سيشاطرها الحكم، وأصبح يحمل لقب أمير، فهو الأمير حسن أو الأمير الشاطر حسن، ذلك أن لقب الشاطر كان عزيزا على قلبي. خرجت السلطانة إلى الشرفة لتطل على الجماهير ممسكة بيد زوجها الأمير الشاطر حسن، ولوحت بيدها الأخرى للجماهير تحييها، كذلك فعل زوجها، فتعالت الهتافات المرحبة بفرح كبير بالزوجين الحكيمين السعيدين.
أما الفرسان السبعة فأمرهم الشاطر حسن أن يعودوا إلى ملكة الجبل لينقلوا لها تحيته وشكره ولإبلاغها أنه سيزورها كلما سمحت له الفرصة وأنه سيتذكرها كلما نظر إلى الخاتم.